حالة طلاق كل 4 دقائق. هذا هو الرقم الصادم الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ما ينذر عن وجود ظاهرة مجتمعية خطيرة من شأنها أن تضر بالأسرة والمجتمع خلال الأعوام القليلة القادمة. ووفقا للإحصائيات والبيانات الرسمية، فإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 300 حالة، فيما لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو 3 سنوات لا أكثر، فيما وصلت حالات الخلع عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام 2015 إلى أكثر من 250,000 حالة انفصال، مسجلة زيادة تقدر ب 89,000 حالة عن العام الذي سبقه 2014. فنسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7% إلى 40% خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة، ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم المصرية شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، بما يقترب من ثلث تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية. عوامل عديدة كانت وراء ارتفاع نسب الخلع والطلاق بين المواطنين المصريين، عوامل من بينها التفكك الأسري وعدم تجانس العلاقات الأسرية وغيرها من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى ما خلفته عوامل التطور التكنولوجي من تواصل بين أفراد المجتمع، حيث تركت تلك التطورات آثارها الهائلة على البيت المصري وخلفت العديد من المشكلات الزوجية، وكان لمواقع التواصل الاجتماعي دورها الهائل في اكتشاف الخيانات المتبادلة بين الأزواج، وهو ما سرع من وتيرة طلب الخلع والطلاق، كما تشير الدراسات الاجتماعية بأن الزواج السريع يقف خلف سرعة الطلاق في السنة الأولى من الزواج، وهو ما سرع من وتيرة طلب الخلع والطلاق. أهلا بحضراتكم. عندنا 4 مليون مطلقة في مصر، ده رقم يخض، والرقم اللي يخض أكتر الرقم اللي أطلقه الجهاز التعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر، لما قالك إن إحنا عندنا حالة طلاق كل 4 دقايق، يعني كل 4 دقايق في أسرة بتفشل، في أسرة بتتكده، وطبعا المشكلة لو في أطفال وأولاد. الحوار النهاردة اللي إحنا عاملينه شوية بشكل مختلف، مش هنقعد نتكلم بقى ايه اسباب الطلاق وامتى تتطلقي وكذا، احنا عايزين نعرف اولا الظاهره دي ظاهره بسبب التغيرات اللي احنا ذكرناها اقتصاديه واجتماعيه وتكنولوجيه وبتاع في التقرير، رقم 2 المطلقه عايشه ازاي؟ هل مطلقه طول الوقت هي الجانب المظلوم والصوره الذهنيه السلبيه بتاعت زمان بقى المطلقه دي اللي عايشه حل على مش عارف ايه على حل شعرها على حل شعرها فجاهزه انت بقى تمام والحاجات دي الظروف المادية اللي بتعاني منها نظرة المجتمع إليها، هل هي سعيدة في حالتها وبتقولك أنا كده أفضل حالا كثيرا من أن أنا أبقى متجوزة ومظلومة أو مقهورة أو ضل رجل ولا ضل حيطة مش عارف إيه. من 4 مليون أنا معايا 4 بس، مش أي 4، بسم الله ما شاء الله، يعني 4 تقال، كفاية أن واحدة منهم اسمها جمهورية لوحدها. الأستاذة جمهورية عبد الرحيم رئيسة جمعية نساء من أجل التنمية لرعاية المطلقات، جبت منين الجمهوريه دي؟ سبب سياسي. سبب سياسي؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله. طب يعني مش مؤمن على السبب خلاص، بس يعني الاسم حلو في حد ذاته. ربنا يخليك. اهلا منوراني. الاستاذه المحاميه سالي الجباس مدير مؤسسه سيزا نبراوي لحقوق المراه، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ مشرفاني ومنوراني. الاستاذه سوزان عمر ابو بكر، اهلا وسهلا. صح كده الثلاثي؟ ثلاثي. مشرفاني ومنوراني. الله يخليك. ومش عارف بقى فاكرينها ولا لا، صاحبة حملة الفساتين، البسي فستان وولعت الجبال. لا 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 لا، بيتي فستاني كوستاريدي اونستيك. البسي ايه؟ البسي فستاني كوستاريدي اونستيك. كوستاريدي اونستيك. من اول لا الناس اللي دعمونا يعني فما تخبطش. لا مش هخبط لا، بس انا على فكره انا قلت البسي الفستان وتحتيه ايه؟ لا ده كانت هزار كده، بس انت في الاول كنت مبسوط وكنت بتدعم الحمله. لا اجيب لك الفيديو. لا انا ما عنديش مشكله الفساتين تمام، بس لو تبقى تحتها بنطلون يبقى كده. يا سلام. لا ده كان قبل نسبه الطلاق ولا بعديه؟ لا لا ده ملوش دعوه، يعني انت تبقي ست وتحبي نفسك بصرف النظر انت يعني معاكي راجل او لا، دي حاجه ثانيه. طيب خلونا الفقرة النهاردة مش فقرة نظرية بقى وأكاديمية ونقعد نتكلم فيها كلام إنشا ونظري وبتاع، هي فقرة حوارية كأننا قاعدين في البيت كده وبندردش، راجل و4 ستات. تمام. كويس زي راجل و6 ستات كده. بالظبط. قولي لي أولاً فكرة المطلقة. الست إمتى تجبر على إنها تبقى عايزة تتطلق وتقرر إنها تعيش لوحدها وتهد أسرة أو تستغني عن الأسرة؟
خلينا نقول ان مفيش ست في الدنيا حابه ان هي تخرب بيتها او ان هي تبقى مطلقه كويس. وخصوصا الست اللي عندها ولاد. مش هنقول ان الرجاله كلها هي بتخلي الست ان هي تاخد الخطوه، بس خلينا نقول ان في حالات بتطلق طلاق غيابي وهي عايزه تقعد وتثبت في البيت وتربي ولادها بس هو بيروح يطلقها غيابي، فدي هي للاسف بتاخد لقب مطلقه غصب عنها. دي واحد. صح. النساء اللي بتقدم على طلاق للضرر، الطلاق للفرقه، الخلع احيانا بتبقى جربت كل الوسائل ان هي تحمله مسؤوليه، ده سبب احيانا عدم تحمل المسؤوليه معنويه، لا انزلي انت هاتي السباك وانزلي انت اتعاملي وانزلي انت ودي الولاد المدارس، طب ايه انا دوري؟ هو خزنه بتدي فلوس وفقط. نسي خالص فكره ان الحياه مشاركه. وهدي شويه. ايه بقى التخبيط؟ هي ممكن تنزل تشتغل على فكره وتجيب فلوس. هي ممكن تشتغل وتجيب فلوس، بس يوم لما قررت ان هي تتجوز ربنا قال ايه؟ موده ورحمه، وان الاثنين يعني تاخدي موده ورحمه وما تاخديش فلوس؟ انا موافق. ما هو ده دوره. خدي موده ورحمه زي ما انت عاوزه بس مالكيش دعوه بمحفظتي. هو ده دوره ليه؟ ان ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما انفقوا، فهو دوره الانفاق بلس ان هو كمان لازم يعمل عمليه التوازن في الاسره. تمام. هي بتراعي وبتربي وبتحط مبادئ وبتعمل قيم وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي، هو على الانفاق، ولكن لما نكتشف ان هو بيبتدي يستغل بعض النساء ومراسها، لا انت تصرفي في البيت علشان انا مش قادر، تبتدي لا انزلي اشتغلي عشان تكفي، كل الضغط الداخلي والخارجي بتلاقي نفسها واقفه، طب انا رايحه فين؟ الولاد بيتجهوا غصب عن الدنيا دي كلها للقدر لا المخدرات او ينزل يبقى بيعمل مشاكل، مين المفروض يقف؟ هي بتقف بس الاب لازم يبقى فيه رادع، فبتلاقي نفسها لا ده انا قايمه بدور الاب ودور الام، كمان بيبتدي يحصل حاله نزاع وحوار شويه الى حد ما بيبقى حد، بتوصل مرحله يبقى فيه ضرب والاعتداء. فبنلاقي حالات في المحاكم بتقول ان انا تم الاعتداء عليها. حاجه كمان مشكله جدا انتشرت في المجتمع ان بعض النساء بتجبر على الجماع بطرق معينه الى حد ما بيحرم في الدين او ممنوعه في الدين، اللي احنا دلوقتي في المجتمع المدني بنقول عليها الاغتصاب. الاغتصاب الزوجي. ده موجود. نبقى احنا بنعملين زي النعامه لو حطينا راسنا في الارض وقلنا ده مش موجود، لا موجود. 90% من الحالات الموجوده في المحاكم بتقول كده. الاغتصاب الزوجي. الاغتصاب الزوجي، ان هي بتتم معاشرتها بطريقه الى حد ما فيها عنف. كمان في او انها مش عايزه. لا هي بتبقى عايزه، بس في بفعل بفعل بص ده فكره الحلال والحرام. هي ما تقدرش تمنع نفسها ان ده حقه الشرعي. ولكن إيه؟ لا انا اعترض. ولكن انا قصدي انا اعترض، يعني مفيش أنا حاجه اسمها ان الست تكون مش عايزه وده حقه الشرعي. قلت مش حاجه اسمها انا قلت مش عايزه، دي معناها ان دي بني في نهايه بني ادم. مش عايزه يبقى مش عايزه، بني ادم مش ماشين مش فاكره. ده في بيبقى في بغض، بس انت بتبقى بتاخد حقك ده ازاي؟ هي الفكره ان انت القضاء. لا لا بس هو لا بس هو دينيا فعلا. لا معلش الحديث ده عليه كلام ومش. لا 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 معلش الحديث حاجات مؤكده شرعا. لا ثواني الحديث ده ضعيف واحنا بنتكلم فيها. الحديث ده ضعيف. طيب انا بس مش عايز اخش في جدل، مش عايز اخش في جدل ديني، مش عايز اخش في جدل ديني. ماشي اوكي شرعا. ماشي. احنا بنتكلم ان في بعض النساء بتعرض بتم الضغط عليها بشكل او باخر عشان ياخد حقه بطريقه مش سليمه. طب النهارده القضاء بيقول لي ايه؟ لا لازم فعلا يكون اوتوماتيك ده حصل ويتم عرضك على الطب الشرعي. ازاي؟ هي بتبقى بالنيه او بالمحاوله ولا ان انا ابتدي اوريدي عندي حاله؟ فكل الحاجات دي كلها بتوصلها ايه؟ لا انا هرفع دعوه خلع. طيب يبقى انا مش عايزه اطلق للضرر. طيب يبقى خلاصه كلامك اللي انت عايز تقوليه انه الست بصفه عامه ما بتبقاش هي اللي عايزه تروح للطلاق. بالظبط. عمرها ما تخرب ايديها بايديها. بتبقى مجبره على الحل ده لانها استنفذت كل الوسائل للابقاء على الزواج. حط فوق ده كله الخيانه الزوجيه. مش عيب ان هو يروح يتجوز تاني. مش عيب. يا سلام. ان هو يروح يتجوز تاني. بس ما ينفعش ان هو يروح. لا لا طب اتفضلوا انتوا بقى الثلاثه اتفضلوا الرايح عشان الاستراحه. انا معاك. لا لا انا معاك. نعم. انا معاك. مش عيب ان هو يروح يتجوز. لا ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده بيعمل ده بنطاق. بص يا استاذ بص يا استاذ بص يا استاذ احنا قاعدين هنا فين؟ قاعدين في الاستوديو. لا في مصر يعني. تمام. كويس؟ وبنتكلم على ستات مصريات. تمام. فكلام اللي هو الموز باللبن ده ما بيمشيش. لا ده مش موز باللبن. وحياتك موز باللبن. ده شرع. واللي يقول غير كده. ايوه على فكره ده الشرع. يا جماعه بس هاتي لي ست. تمام. توافق ان جوزها يتجوز عليها. يتجوز عليها ده الست تقول لك يخني وبيجي يترمي في الاخر جنبك. لا لو هو اوريدي هي قايمه بواجباتها الشرعيه ومش مخليها عايز حاجه. وهو لكن النهارده انت عندك ازمه. الست تقول لك ايه؟
تعالى بقى بحقه حقيقي تقول لك تتطلقي ولا يروح يتجوز عليكي، اقسم بالله العظيم هتطلق. لا تتطلق. انت تقولي كده. لا لكن كل الستات اللي عندها كرامه تقول كده. احنا مش هنحول موضوع لجدل وحماية. اي ست عندها كرامه هتطلق. بتجي لنا حالات في المؤسسه بتقول لك كده. احنا بنتكلم يا استاذ. ده ليس كل ستات يطلقني. لا لا كل قاعده شواذ. ده قله شواذ القاعده ليس كل. لا طبعا. يعني النهارده يا استاذه لو سالتي اي ست في مكتبك وفي جامعتك لو سالتي اي ست بتقولي لها جوزك يتجوز عليكي ولا يخونك؟ لا بس احنا لك يخونني وهيجي يترمي جنبي على السرير. لا لا يا جماعه ولا يتجوز عليا ولا يخونني. لا لا ما ننكرش يا استاذ سامر. لا ولا يتجوز عليا. لا 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 يا استاذه يا دكتور بتيجي تقولي احنا ما ننكرش ان في نماذج في المجتمع متزوج من واحده واثنين وثلاثه. مفيش ست بتقبل بدايه اذا كانت قالت لي الحيله. لا في هم الشواذ الاصل في الاسلام التعدد. بس احنا لو هنتكلم على العام فهي اكيد هتبقى مجروحه. ادعموني نفسيا واجتماعيا وقولي لي اقدر اعمل ايه علشان ما ابتديش يبص لحد تاني. طيب قولي بس اسمع وجهه نظر واحده. طيب انا كده قولي ادينا بس وجهه نظر شايفه ايه. انا كده فهمت السؤال ودينا الطلاق. لا 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 كده غلط. ليه كده غلط؟ هي عشان ترفض تبقى زوجة. طب هدوا نفسكم هدوا نفسكم هدوا نفسكم هدوا نفسكم. لا واصعب حاجه في الدنيا تقعد مع مجموعه ستات. دي اصعب حاجه في الدنيا. يعني تروح تقعد عند الكوافير تتفرج عم بيعملوا ايه. احنا خلاص بتطلق عشان هي تبقى زوجة. انت شايفه لا خيانه ولا جواز. ولا خيانه ولا جواز طبعا. انا واحد بحبه لا يمكن اتقبل ان تبقى في ست تانيه غيري في حياته. ليه؟ ده الطبيعي. انت تتقبل ان في راجل تاني في حياه الست انت بتحبها؟ راجل انا زي زيك. انا زي زيك. الست زيها زي الراجل. الراجل ما يقبلش ان مراته تبقى عارفاه وعارفه واحد تاني معاه. طيب. ليه الست طب ممكن بالراحه ده؟ ممكن بالراحه. مين اللي قال؟ على فكره مش رايي انا هنا بقى. ما احنا بنتكلم طبعا. احنا بنتكلم. مين اللي قال ان انت زي زيك؟ انا زي زيك طبعا. هيبقى امرت ايه؟ بقى امرت كل حاجه. يعني بتبصي على شعرك وبصي على شعرك. لا في الشكل. بصي على فستانك وبصي على بدلتي. لا في زي زيك بقى امرت ايه؟ في الشكل بس. لا مش في الشكل بس. تشريحيا فقط. تشريحيا فقط. وهي تشريحيا دي شويه. تشريحيا كفايه. كفايه يعني تشريحيا انت مخلوق راجل وانا مخلوق اساسا. طيب لكن نفسيا وعضويا واجتماعيا والله لا وكرامه وكل حاجه. لا كرامه ما تجيبناش سيره الكرامه. ازاي يعني؟ يعني الكرامه طبعا انسانيا الست زي الراجل وفي الحقوق الست زي الراجل وانا ما قايلش عن الراجل اي حاجه بالعكس ساعات بتفوق عليه. لا 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 احنا كده. لا 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 يا دينا دينا بالراحه بس بالراحه. على فكره على فكره بالراحه بس بالراحه. والله هجيب لكم حقكم. المائده مستديره هجيب لكم حقكم. والله هجيب لكم حقكم. صدقي ان انت شخصيا بالذات ايوه اللي ما ينفعش تقولي كده. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ما ينفعش يلبس فستان. ايوه بالظبط. ليه بقى؟ ثانيه واحده. وايه علاقه اللبس؟ ثانيه واحده. انت حملتك انت حملتك اسمها ايه؟ البسي فستانك واستردي انوثتك. استردي ايه؟ انوثتك. استردي ايه؟ انا اعترض على العنوان. مش مهم بقى يا ستي انت اعترضي براحتك بس انا قصدي ان هي دي حملتها هي. انا معتزه اي معتزه تكوني انوثتك. طيب استردي انوثتك. حلو؟ هو ده الفرق اللي بينهم. هي الانوثه ايه علاقتها في الصفات الشخصيه؟ يعني انت عندك عشان انت راجل وانا ست. انت عندك كرامه وانا ما عنديش. انت عندك احساس وانا ما عنديش. ايه علاقه بس احساسي مختلف عن احساسك؟ انا اتقبل الخيانه وانت ما تتقبلهاش. لا الخيانه لا. طب الخيانة ما هي انا واحده من الناس. انا بالنسبه لي الخيانه زيها زي الجواز ولا يفرق. يعني ايه خيانه زي الجواز؟ الخيانه زي الجواز طبعا. هتفرق في ايه؟ انا بالنسبه لي هتفرق في ايه؟ تفاصيلي بتروح لست تانية. هتفرق في ايه بقى التفاصيل دي بعقد ولا مش بعقد؟ طيب احنا هنوجه ما نخليش دي مشكلتها. دي مش حد مش حاجه. طب انا مش عايز اسالك ايه. طب خلاص خلاص استاذ سوزان بره الموضوع. استاذ سوزان انا والله ده هو ما بيتكلمش. بس هوب هوب يا استاذه انا مش عايز اسالك السؤال اللي هو بيحرج لان هو هنا في النهايه هخش في الدين برضه. فكره مثنى وثلاث ورباع ما كانش ربنا خلق. الايه بتقول ايه؟ ايه الايه بتقول ايه؟ ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. ان خفتم الا تقسطوا ده شرط بناء عليه نتيجه. الايه ديت نازله وفيها تفسيرات كتير. تمام. احنا بناخد التفسير بس اللي هو السلفي اللي احنا يعني بنمشيه في المجتمع. لكن ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ده معناها انها حاجه مختصه بالايتام. لا خدي بالك. لا ده نقطه مهمه. ليه؟ لان ممكن نقطه مختصه بالايتام. ثانيه واحده بس. انت الايتام انا بتكلم على انه جزء كبير من اسباب طلاق عند ست كتيره انه جوزها يتجوز واحده ثانيه. جوزها يقول لها انا محب واحده ثانيه وعايز اتجوزها يبقى طلقني. هي عندها حريه الاختيار ان هي تكمل او ما تكملش. طبعا هو السؤال المهم عشان كده بتخش المحكمه وتتطلق. هو ده اللي احنا عايزين نقول عليه. طيب هو السؤال المهم هل هي من حقها هي حقها حقها جميل بس ليه تتطلق؟ طيب عشان هي اذا كان هنا الراجل اذا كان هنا الراجل اذا كان اذا كان هنا الراجل ما بيعملش حاجه غلط. ازاي ما هي ازاي ما مش غلط؟ هو بيعمل اللي ربنا حلله له. لا معلش في شروط للكلام ده. ايه هو الشروط يا استاذ تامر؟ انا دلوقتي لما اقول لك ان رحت المكان الفلاني ان رحت اسكندريه هتعوم. تمام.
ينفع تعوم من غير ما تروح اسكندريه؟ آه احنا هنا مش هنفكر. لا معلش انا دلوقتي بقول لك الفاء. ايوه فين الشرط؟ ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى معناها انها حاجه مختصه بالعدل بين الايتام. احنا لا 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 بتكلم في الطلاق. ماشي ماشي عشان ننهي الحته دي. هي لما تيجي تقول لك انا كرهتك انا بغض بتقول لها ايه؟ روحي وانت طالقه. اساسا انت هي نفس القصه. هي مش عايزه تعيش معاك. لا انا هقول لك على حاجه. عايزه تعيش معاك. هقول احنا اتكلمنا كده. اي راجل يحس ان مراته مستغنيه عنه ومستعده انها تشوفيه ست تانيه يبقى هي ما بتحبوش اصلا. يبقى انت مالكش قيمه عندها اصلا. ادخل على النقطه الثانيه. مالكش قيمه عندها اساسا. اسباب الطلاق بالظبط. معانا جمهوريه كمان عايزه تتكلم. ست اللطيفه اللي ما كلمتش بس تتكلم قبل الفاصل يا استاذ ضيف. احنا كلنا ما اتكلمناش قبل الفاصل يا استاذ تامر. اصلا الست الغلبانه دي بقى بالظبط. انا هتكلم من زاويه اخرى. هم خدوها من ناحيه الاحتياجات الزوجيه. لا المراه المصريه بصفه عامه بتتحمل كتير جدا. الاسباب اللي تخليها بتؤدي للطلاق العنف، ومش العنف اللي اتقال عليه. احنا قلنا ضرب وقلنا انا ما لحقتش اتكلم في العنف. اهدوا بس يا اخوانا سيبوها تتكلم يا خبر ابيض عليكم. ممكن يكون عنف اقتصادي، عدم الانفاق على الاسره، عدم الانفاق على الزوجه نفسها. طبعا. ممكن يكون عنف نفسي بيمنعها من زياره اسرتها مثلا، او بيمنعها من انها تخرج مع صاحبتها، او زياره حد من اصدقائها، او يمنع اصدقائها انهم يجوا عندها. دي حاجات بتاثر عليها نفسيا. ممكن عنف تاني بدني، ممكن تكون بتتضرب، بتتهان، بيشتمها، بيهزقها قدام ولادها او قدام قرايبها، او بيمنع. يعني في حاجات عنف متعدد الانواع بتتعرض ليه الست المصريه. هي اصلا بتتحمل كتير جدا، بتتحمل الفقر، وبتتحمل الجهل، وبتتحمل مرض الزوج، وبتتحمل الحياه الصعبه وارتفاع الاسعار، وبتتحمل حاجات كتيره جدا. ما صعب انها لما وهي زي ما قالت سالي اللي هضم سالي انها فعلا بتلجا للطلاق بعد ما بتكون استنفذت كل الطرق، الصلح والود والرحمه والصحاب. انتوا عارفين ان لو في رجاله دلوقتي ايه؟ لو في رجاله دي في رجاله طبعا. في رجاله كتير طبعا. لا مش قصدي. هقول لك الست الاغنيه بيروح يطلقوا ليه؟ هيقول لك انه في امثله كتير جدا للرجاله. انا عايز اقول حاجه، ان فعلا المراه المصريه لما بتستنفذ كل الطرق اللي عندها وبتوصل لمرحله ايوه فيها فيها في رجاله بيقولوا العكس يا استاذه. في رجاله يقول لك ان الست بتاعتي هي اللي خربت البيت. يا استاذ تامر انا كنت عايز اكمل وهي اللي خربت البيت. مفيش حد هيجيب الحق على نفسه. ظاهره الطلاق، ظاهره الطلاق بريه منك بريه منك. الاهمال برضه بيعمل ازاي يا جمعيات مجتمع مدني او جمعيات حقوقيه ومجالس قوميه متخصصه، في المجلس القومي لامم الطفوله، القومي لحقوق المراه، وده فعلا في لجان متخصصه بتاخد وفيها مكاتب شكاوى بتاخد الحالات دي وبترفع لها قضايا حتى لو هي مش قادره. طيب. اسمع رايك يا استاذه سوزان عشان اطلع فاصل. قبل الفاصل بتكلم عن الطلاق المجتمعي. واحنا هنا في نقطه مهمه جدا اصلا ما اتكلمناش عليها. ممكن الست تتطلق من اجل الصغار اللي هيشوفوا العنف فهيقلدوه، هيتاثروا جدا نفسيا بيه. يعني هتطلق خوفا على اولادها؟ اه طبعا. ما هو الست أحيان. بتستحمل احيانا الست الشرقيه مش المصريه بس، بتستحمل علشان الولاد. دي جمله اصلا يعني كلنا بنقولها، استحملي علشان ولادك. طب اذا ولادي شافوني بقتين، شافوا باباهم بيقول لفظ، شافوا باباهم بيعرف واحده ست او بتعطى مخدرات، شافوا باباهم بياكل بالطريقه اللي مامي مش بتعلمهم بيها، يعني حضرتك يعني ده طلاق من اجل مصلحه الصغار. انا كنت ماشي عادل. كنت ماشي ايه بابا بياكل بال لا حضرتك بتربي يعني المدام عامله حمام عندي عندي المدام عامله حمام ليه حالات كده؟ يا حاجه هدي نفسك ثانيه واحده. لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن انا دلوقتي المدام عامله حمام تقول لي كله بالشوكه والسكينه؟ لا طبعا هنقعد الملوك بياكلوا. طب امال ايه اللي بابا بياكل مش لا 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 ما قصدتش، قصدت انه الولد ممكن يشوف او البنت اما تشوف عنف. اصل انا بشوف بصراحه حاجات في محاكم الاسره مش عايز اطلع عشان محاكم عشان الاسره دي بقى عشان الراجل بيشخر والتاني مش لا عارف. لا الافلام اللي بتقول الكلام ده. لا يا نهار ابيض ده انا اجيب لك قد كده والله العظيم اجيب لك قد كده وحياه ربنا اجيب لك قد كده. انه ما بيودينيش الاوبرا. اوبرا مين اللي
ده في بلاوي. دكتور ممكن بس ما يطبق خلع على فكره من حقها برضه على فكره من حقها اي سبب هي عايزه تنفصل عليه من حقها لا بس كخرابي ولو بتتكلموا على الدين بقى لما الست اللي هي بتاعت الحديقه لما قالت للرسول ان هي لا تكره عليه على فكره انا ما بقولش انه مش حقها من حقها تسيبه لاي سبب زي ما هو من حقها احنا اصلا موضوع استاذ سمير لو بالراحه بس عليا طيب على فكره مفيش اصل موضوع هنا مفيش اصل موضوع هنا في الادوار ماذا بعد الطلاق يا استاذ لا دي لسه بعد الفاصل بس تمام انا بتكلم دلوقتي في اسباب الطلاق خلونا ما تفسحوناش طيب حضرتك انا بقوله لك ببساطه شديده انه احنا هنا ما بنتكلمش عن حق ومش حق كل الناس حقها تعمل اللي هي عايزاه انا لا يمكن ان انا اسلب حد حقه انا بقوله لك انه الذكاء في استخدام الحق هل انا مراتي عشان بتشخر جنبي اطلقها هل انا مراتي علشان مش عارف بتقول لي مش عارف ايه ولا يعني الحاجات البسيطه بس هو ده اللي انا بقوله العلاقات باكج ماشي يعني انا دلوقتي مثلا انا متجوزه انسان معين لا ثواني انا اقول رايي بس اللي انا متجوزه انسان معين اوكي انا بحب فيه 80% من صفاته اكيد فيه 20% من صفاته هكون مش بحبها تمام. انا حابه ان انا اتمسك بيه عشان 10% من ال 80% دول ممكن تمام. يكون كل صفاته وحشه بس انا متمسكه بيه يبقى بقى ما جيش في الهيفا ممكن صفاته 100% حلوين بس انا مش متقبله من حقي اتجوزتي ليه بقى اتجوزته لاي كان عاجبني في الاول يعني ايه تخلص حق يعني ايه اللي اتجوزته معلش وهو راجل مش متجوز وبعد كده يجي بعد 3 سنين يقول اصل انا ما بقتش بحبها زي الاول نيفر الرجاله اخلص كائنات في الارض لا 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 كلام ده كلام ده ملوش لا 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 معلش يعني هو احنا بس هنسيب يعني ضرر الزوجه وضرر المطلقه الواقع المطلقه والنظره المجتمعيه ليها ونمسك شويه في الصغار اللي هم الثمره بتاعت الزواج ماشي الضرر المجتمعي للطفل اللي هو في يوم من الايام هيبقى مجتمع كامل طيب هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نشوف ما بعد الخلع والطلاق ايوه ونستقبل كمان اتصالاتكم الهاتفيه مش مشاركاتكم اتصالاتكم الهاتفيه طلع لك اهلا بحضراتكم رجعنا بعد الفاصل لسه مكملين حوارنا و ركزوا معايا شويه كده الحوار احنا الهدف منه مش ان احنا نبين ان احنا قد ايه مختلفين هو الهدف من الحوار ان احنا نصل الى قناعه انه ايه اللي ممكن يجبرنا على ان احنا نهد البيت او نفشكل الاسره ايه اللي يخلي الست في النهايه تحمل لقب مطلقه وهي اكيد مش راضيه بده ده رقم واحد ضيوفي الاعزاء في القسم الاول او في النص الاول من الحوار كل واحد يتكلم من وجهه نظره عن الاسباب التي قد تدفع الزوجه الى طلب الطلاق او الى طلب الخلع وطبعا في بعض الناس ممكن يقولوا لا انا مع سوزان انا مع دينا انا مع جمهوريه انا مع كذا على فكره ده طبيعي لانه في النهايه صوابعنا مش زي بعضها وده واحد من اسباب فكره التعدد مش تعدد الزواج تعدد الاختلافات بتاعه اللي موجوده جوه الاسره استاذه جمهوريه اضطرينا ان احنا نصل للطلاق كلميني عن شعور المطلقه وطريقه حياه المطلقه وصوره المطلقه في المجتمع اولا لو كانت ليها اهل ومقتدرين ماديا فمش هتبقى يعني متضايقه قوي او هتبقى حاسه ان في فراغ كبير وهتقدر تربي اذا كان معاها اولاد تربي اولادها وهتعيش معاهم وتبتدي حياتها من جديد ترجع لشغلها او تعمل حاجه بتحبها او ترجع لدراستها او اي حاجه من اللي هي كانت بتحبها وتكمل حياتها كويس. حتى لو حد تاني تقدم لها ممكن انها تكمل حياتها مع حد تاني وهتستأنف حياتها من جديد لكن لو كانت بقى اللي تتطلق تبقى عايزه تتجوز تاني ممكن ليه لا لانه ممكن ما وفقتش لعدم قدرتها على التجربه التجربه ما بتبقاش قاسيه لدرجه تقول لك لا انا مش عايزه اكرر الماساه اللي انا كنت فيها دي لكل قاعده شواذ اكيد لكن في الغالب ان هي برضو عايزه تستأنف حياتها اذا كانت في سن صغير عايزه تعيش حياتها مش هتبقى مثلا عندها على فكره حضرتك في الاحصائيه اللي ذكرتها في بدايه الفقره ان الجهاز المركزي للمحاسبات لما طلع الاحصائيه بتاعته والارقام المرعبه بتاعته قال في 4 مليون في منهم 900,000 في الخمس سنوات الأخيرة في الزواج الحديث يعني اللي هم ما كملوش 5 سنين لما تقسم ال 900,000 على 5 سنوات يطلع 200,000 زوجة حديثة ما كملتش 5 سنين مطلقة يعني عندها 20 22 صحيح 25 سنة ازاي يعني هتقضي على نفسها من اول 25 سنه وخلاص على كده طبعا لا ده لا بس ده الطلاق اللي بيسموه الطلاق المبكر ده يعني ده ظاهره شويه ممكن نتكلم عنه لوحده غير الطلاق العادي
لان الطلاق المبكر ده انا في رايي اسبابه كمان مختلفه، وهي أكيد. فكره عدم جاهزيه الولد والبنت لفكره الجواز، عدم التوعيه وكمان صغر السن، عدم تحمل، لا هي مش صغر السن، ما احنا انت زمان كان حاجات كتير جدا، زمان البنت كانت بتتجوز 15 16 سنه والولد بيتجوز 19 سنه، الوقت اللي فات غير الوقت اللي احنا فيه يا استاذه، وانا قصدي ظروف العصر ده غير العصر ده. استاذتي الابهاتنا واجدادنا كانوا بيتجوزوا صغيرين وجوازاتهم كانت بتكمل، بس كان الوعي والثقافه وفكره ان الولد وهو داخل الجواز عارف يعني ايه زوج، وعارف يعني ايه هيبقى اب ومسؤوليات، والمعيشه كانت بسيطه، والبنت كانت عارفه يعني ايه زوجه، أيوة وهتبقى ام في المجتمع، هنا دلوقتي مختلفه مع مفاهيم الزوج، الزواج عند الولد والبنت اختلفوا، الولد دلوقتي بيدور على مزه، انا اسف يعني، والبنت بتدور على ولد روش، مش بتدور على راجل، بتدور على محفظه، على بتدور على محفظه غالبا يعني، او حتى ولد روش يبقى واد فانكي وبتاع، لا لا لا، بتدور على الدعم المادي، الدعم المادي يا ستي، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها على اطلاقه، لا مش على الاطلاق، بس مفيش غالبيه، في ناس بتدور على الفلوس، وفي ناس بتدور على الروشنه، وفي ناس بتدور على السكس باكس بتوع مش عارف ايه، وفي ناس بتدور على فورم الساحل، محتاجه استقرار، كل ربنا خلقنا كده عشان نبقى متنوعين كده، ما اقدرش اقول الراجل بيفكر كذا لانه هجيب لك 1000 راجل بيفكروا عكس اللي انت بتقوليه، فهي القصه انه لازم نبقى فاهمين ان التنوع ده اساس حياتنا، التنوع والاختلاف. في ستات تانية بقى يعني في اسره هي خرجت مش ما عندهاش وظيفه، ما عندهاش مهنه، ما عندهاش حاجه، فعلا ممكن الاسره دي تتشرد، الاطفال يبقوا في الشارع، ممكن الاب ما ينفقش، ممكن الاهل يرجعوها ويجبروها على انها ترجع تعيش مع جوزها تاني، ظروف كتيره فعلا، شعور الست المطلقه بيبقى مضاعف بالقهر، بيبقى مضاعف بالحزن، بالاستياء من الواقع، هي كانت بتبقى تتمنى حياه غير كده، وفعلا في حد بيقدر يتغلب على الظروف دي، وفي بيضيعوا فريسه للظروف دي، وهي ممكن تنحرف. هاخد راي الاستاذه سوزان، بس هاخد تليفون الاول، مين معانا يا عادل؟ الاستاذه ام مدام كريمه، اتفضلي يا مدام كريمه. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. ازيك يا استاذ؟ اتفضلي يا فندم. انت والله يعني انسان كويس جدا يا استاذ تامر، انا بحبك جدا. ربنا يعزك. كلامك عاجبني جدا. ربنا يكرمك يا رب، تسلمي لي. جدا جدا، انا دلوقتي هما بيظلموا الراجل. انا ابني متجوز ومعاه ولدين. اه. مراته يعني هو دكتور وهي دكتوره، يعني ناس مش لا الاثنين دكاتره. كويس. هي عايزه فلوس وبس. وعملت خلع وكل طلباتها كانت مجابه، وانسانه يعني ما اعرفش اقول لك ايه، عملت خلع عليه رغم اللي هي عايزاه كله خدته، وحرماني انا جدي في الولاد الولدين، حرماني منهم من شهر 5. جده محرومه مني. طب معلش يا استاذه كريمه، يعني طبعا انا مقدر من شهر 5 اللي بيتكلموا دول. طب يا حبيبتي يا حبيبتي، بالراحه بالراحه بس، بالراحه يا مدام كريمه، انا متاكد من شعورك ومعاناتك، وان شاء الله ان شاء الله تشوفي احفادك قريب، بس هو ايه سبب الخلع؟ انت بتقولي ان ابنك كان بيستجيب لكل الطلبات. انا عايزه اعملها راي عام، عايزه اعمل شكوتي جرايه. ايوه، ايه السبب اللي خلى يعني مرات ابنك تطلب الطلاق؟ يعني نفسي اكلمك واقول لك المشكله. يعني في حاجه، عايزه فلوس وبس. تمام. ويعني مستفزات كل حاجه، والاخر عملت خلع. طب خلع يديله الحاجه بتاعته، ما اديتلوش حاجه. والولدين مش عايزين اشوفهم. ما يتكلموش، يتكلموا الحق بقى، يتكلموا. في ستات كويسه، في رجاله كويسه، في رجاله مظلومه. صح. وعايزه تشوف اولادها، وانا عايزه اشوف حفيدي الاثنين، واحد حقك يا امي، حقك. واحد عنده 5 سنين تم 6 سنين، والتاني اتولد ما شفتوش تم السنه شهر 2. طيب. ما شفتوش خالص. طيب ممكن يا مدام كريمه، مدام كريمه لو سمحتي سيبي لي تليفونك في الكنترول روم، وربنا يقدرنا نتواصل مع حضرتك ان شاء الله بعد الحلقه، ونشوف لو نقدر نتداخل يعني نحل المشكله، انه يعني انا عارف ان ابسط حقوقك ان انت تشوفي احفادك وتاخديهم في حضنك يعني. بس اللي قالته الاستاذه كريمه ده يعني مصداقا اللي احنا كنا بنقوله هنا، انه مفيش حاجه اسمها التعميم، مفيش حاجه اسمها الاطلاق بتاع بيقولوا كذا. في راجل كويس وفي ست كويسه، وفي بين الرجاله 500 توجه وفكره، وبين الستات بس معلش احنا سمعنا من طرف واحد،
احنا سمعنا من طرف واحد طبعا ليها الاحترام طبعا ولمشاعرها. لا ما اقدرش يا استاذ، بس احنا سمعنا من طرف واحد. بصي ما اقدرش مع الجده والشعور الجده طبعا ده. هي ما تعرفش اللي بيحصل ما بينهم هما الاثنين وهي ما لهاش علاقه، بس هو برضو مش منطقي ان ست كانت ما عندهاش اي مشكله وراحت عملت خلع منها لنفسها. عموما ليها الحق القانوني، لازم نسمع الطرفين في طلب الرؤيه اصلا في محكمه الاسره كهي الجده الاب. بس ده مش صح، ما احنا انت عارفه موضوع الخلع بقى، انت عارفه موضوع الرؤيه كمان يا استاذ زوزان، موضوع الرؤيه ده كارثه، ده كارثه والله. مش هينفذ هو في عوارض قانون الاسره، لا هو ينفذ ولا بتنفذ. موضوع الرؤيه ده معمول علشان تطليع عين الناس. في حاجه في الدنيا في حاجه، لا مش الاطفال، لا مش الاطفال، يعني اجيبه انا في الشتاء واخليه يروح الطفل الطفل والام والام لا على فكره ثلاثه او نادي. انا بتكلم أيوة انا بقول لك الشتاء في عز الشتاء عشان اجيب طفل ومرمط. ما ينفعش ما ينفعش اساسا اشوف ابني ولا بنتي والاستضافه في مركز الشرطه ولا حتى في جنينه ومعايا عسكري ويبص مع اقعد معاه ساعه ولا ساعتين. معلش في نقطه كمان يا استاذ تامر، لا في نقطه كمان، حق الام اللي هي مش موجود معاها ابنائها ان هي تستضيف ابنائها، والعكس صحيح، الاطفال اللي موجودين مع الام والاب مش عارف يشوفهم من حقه يبقى في استضافه مع وجود ضمانات. بس معلش في موضوع الرؤيه في نقطه حلقه كده الاستضافه. طيب حاضر، في نقطه في موضوع الرؤيه بس، ان اوقات كتير بيبقى راجل مش راضي يصرف على ابنه وفي نفس الوقت بيطلب يشوفه، فمعلش اكله وبعدين شوفه. لا لا دي مش مقابل، لا دي ابدا. لا يعني لا انا لا لا انا غلط غلط، ثانيه واحده غلط ازاي؟ يعني هو مش عايز يصرف على ابنه، مش عايز يدي لابنه نفقه، يطلب يشوفه ولا يطلب ولا الاول يشوف طلبات ابنه يا دكتور، يشوف طلبات ابنه الاول ويكفي ابنه ويدفع له مصاريف مدارسه وبعدين يطلب يشوفه، لان هو اكيد هيتوازى ده مع ده. يعني هو لو بيصرف على ابنه العكس. الام مش هتعمل كده. الحقوق الحقوق ما بتتجزاش يا استاذه، ما هو حق الاكل حق المعيشه اهم من حق الرؤيه. لا مفيش حاجه اسمها كده. ازاي يا استاذ ترتيب الحقوق ده مش انت اللي بتحطيه؟ يعني انا ابقى سايب ابني جعان ومش عارف عنه حاجه واطلب اشوفه؟ مش انت اللي بتحطيه. تجزئه الحقوق هو حق متكامل، بس انت كله متوازي، ادواري اعملها كاملة وحقوقه ياخدها كاملة، لكن مفيش حاجة اسمها تعمل دي الأول عشان تشوفها. لا تبقى حقوقي متوازية، تبقى الحقوق متوازية. إيه؟ يعني هي مش عارفة تاخد حقوقها ولا لا. هو عشان كده أنا قلت لك إن اللجوء للقانون هو الحل، بس القانون الحالي مدمر للكل وأكبر حد بيدفع ثمن الثمن. المرأة يا أستاذ تامر ضد المطلقة، النهاردة هي عايزة تاخد حقها وحق أبنائها. القضاء النهاردة عندك بيحكم ب 300 و400 جنيه، 300 و400 جنيه ما بيكفوش أطفال. على فكرة أنا قلت أهو إن القانون ظالم. جميل. أنا ما افتحش. هو القانون ظالم للكل. لا مش القانون ظالم، انا خليش اقولش القانون، خلينا نقول ان الساده القضاه الافاضل لما بييجوا بيقدروا لا هنا نتكلم معلش يا استاذ سيدي، هو مش بتتوازى مع الحاله الاقتصاديه الموجوده في مصر. دي واحد. ليه بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ ما تقولوش بناء على الدخل. بنجيب له بنجيب له تحري. انا بقول لحضرتك يا استاذه انا بقول لحضرتك بناء على ايه؟ هو القاضي قاصد يظلمك؟ لا مش قاصد، هي فكره ان هو القاضي بيحكم بورق. مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها. القاضي بيحكم بورق يا استاذ. لا 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 ما بيحكمش على القاضي بيحكم بورق. الورق والتلاعب في الورق سهل، التلاعب في الورق سهل. التحري ده ما هو ممكن يكون مش مثبت. لا مثبت يا نجيب له ورق سهل. التحري في الورق سهل. القاضي في النهايه، القاضي في النهايه بشر، عايزين مناقشه فعاله. هدفه يا استاذه والله العظيم وحياه ربنا اللي احنا بنقوله ده مناقشه فعاله. انت ليه كل ما نتكلم تقولي مش فعاله؟ لا بس يا استاذ سامر اصله احنا كده بنتكلم عن شكليه القانون. لا تلاعب في الورق، مفيش تلاعب في الورق. يا استاذتي يا استاذه في تلاعب في كل حاجه وفي فساد في كل حاجه وفي ظلم لكل الناس، فارجوكي بلاش الاحكام المسبقه. انتوا كلكوا يا اما اللي انا بقوله صح يا اما الباقي غلط. مفيش حاجه اسمها كده والله، مفيش حاجه اسمها كده. كل يؤخذ منه ويرد، رايي ممكن يطلع غلط وراي حضرتك صح وكذا. مش معنى ان احنا بنتكلم في نقطه غير النقطه. ما نعملش حد ادنى. انا معاك، انا هسلم ان كلامك صحيح. جميل. انا اخر مره هستضيف مجموعه ستات مع بعض في حياتي. انا قلت النهارده كانت مشكله تخص يا استاذه انا بس هديكم فرصه تتكلموا زي ما انتم عاوزين. انا كل اللي بطلبه ان ما حدش يقول ان الصح كده وبس. لا مش لا بس ده اللي انا بقوله. فانا مش عايز اقيم، لا الاستاذه تقول ان النقطه دي فعاله ولا مش فعاله، لان اللي حضرتك شايفاه مش فعال خارب بيت اسر. تمام. وهو ده مربط حياتهم ومربط اهتمامهم، فما ينفعش انا اللي احكم على الناس، بس ده اللي انا بقوله. احنا مش بنحكم. فانا لما اقول بتكلم في نقطه مع الاستاذه، تقييم حضرتك انها فعاله ولا مش فعاله مع كامل احترامي. موضوع قانون الرؤيه يا ستي. قانون الرؤيه؟ ما احنا بنتكلم في ايه بقى ربع ساعه؟ انت كنت عيله ولا ايه؟ لا 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 مع حضرتك. طيب ناخد ام يوسف ونرجع، يا استاذه ام يوسف. كلها اتصالات. يا استاذه ام يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامر؟ ازي حضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. والله حضرتك انت بتتكلم في موضوع يعني نقول من الازمات الكبيرة جدا. تمام. دلوقتي المطلقة لما بتطلق لو هي معهاش وظيفة بتتبهدل.
صح. اولا مع القانون الجديد هتعمل ايه؟ المفروض ان يجيب ويأكل المدرسة. الاتفاقات حتى لو كان الطلاق باتفاق انا مسؤول ان انا اكلف واعمل واصرف على ابني واجيب له. مره والثانيه انتهت عشان حضرتك تجيبه بالقانون زي ما الاساتذه بيقولوا فعلا بالورق. هو اتجوز اعمل فن مراتي ترفع عليه قضيه انه ما بتصرفش حاجه عشان ما تجيب مرتب حضرتك. لو قطاع خاص هيجيب لك مرتبه ضعيف. الفلوس اللي هتدفعها للمحامي انا اولى بيها. انا دلوقتي سني كبير مثلا ساكن في قانون جديد عندي ابني. اضمنه استقباله ازاي؟ انا اقدم في بتاع الحكومه بقول لك لا السن. تمام. اقدم الزوج ده ازاي؟ حتى لو طلب الطلاق بالتراضي. في التزام ان هو يصرف على ابنه. وفي الاخر يقول لك انت مش عايز اشوفه، ما بيسالش على ايه؟ كل ده هلزمه ازاي؟ الحكومه هتبقى معايا ازاي؟ اخد حق انا ازاي؟ لا عارفه اجيب سكن ولا عارفه استقر. سنه يجي صاحب الشقه يقول لك لا الايجار كذا، سنه ويزود الايجار مش عارفه ويطلع بره، حضرتك هتجيب منين؟ الحكومه ما فيش سكن عشان ما فيش توافر سني، سني 54 سنه. حرام ولا قادر اخد قرض، ان لو خدت قرض حضرتك هتسدد الايجار ولا تسدد القرض. تمام. ما فيش حد يراعي. وصلت يا استاذه، شكرا جزيلا. طيب اسمع رايك يا استاذه سوزان، ولي وجهه النظر اللي انت عايزه يعني تبلوريها للناس. انا رايي انه كنت صاحبه رساله بتقول ان القانون بين التشريع والتفعيل. احنا المشرع مدي الاسره حقها كويس جدا في كل القوانين، قوانيننا بنسبه كبيره فعاله، لكن المشكله ان قانون الاسره والاحوال الشخصيه في مصر قايم على الشكليه، انعدام النظر في الموضوع، الفروع. حضرتك بتتكلم عن قانون الرؤية، أنا ضد إن الابن ما يباتش في حضن أبوه، وضد برضه إن الابن يتربى بعيد عن والدته. تمام. أنا ضد المجتمع كله ضد المطلقة. حضرتك لسه بتسأل سؤال، هي معقدة نفسيا ولا ممكن تتجوز تاني؟ لا هي ممكن، بس المجتمع والقانون منعها عشان إسقاط الحضانة، عشان ابنها هيروح لحد تاني. هي زوجة الأب هتبقى أحن. طيب حضرتك تتكلم زوجة الايه؟ زوجة الأب هتبقى هي يعني يعني يا إما الجدة لأم يا إما القانون هنا هيبقى شكلي، الجدة لأم فهيبقى معايا، فممكن يعني يا إما يروح بقى لوالده إسقاط حضانة. طيب نتكلم في الأهم. ولقد وجدك يتيما فآوى مسكن الحضانة. حضرتك عارف يعني إيه الطفل يخير الصغير أو الصغيرة بعد سن ال 15 على المسكن اللي هو قاعد فيه؟ فلو اختار امه اللي هي مربياه اللي هي متطلقه وما اتجوزتش بسببه وي 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 يتعاقب انه يترمي في الشارع. فين المستحدث من القانون؟ يا استاذ تامر احنا ماشيين على قانون رقم 100 لسنه 85، احنا النهارده في 2017، قانون 85 يتزامن معانا دلوقتي؟ تمام. طيب ناخد الاستاذه الهام من المحله، اتفضلي يا استاذه الهام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي يا استاذ سامر، انا جده ومحرومه من بنت ابني بقالي 6 شهور ما شفتهاش. انا ابني دلوقتي كان متجوز واحده عاش معاها 4 سنين، كانت متجوزه وهي عارفه دخله 3000 جنيه ودلوقتي بتحكم عليه في ان هو دخله 15000 جنيه مع انه دلوقتي مفصول من شغله وسافر 3 شهور ورجع، وهي وسافر ورجع وهي مشيت من البيت لوحدها كده، لها توجهات تانية احنا ما احنا في علامه استفهام على خروجها من البيت. ده طبعا ما يمنعهاش من انها تروح تعمل اللي هي عايزاه، تتجوز تتطلق، هي حره ما احناش هنقدر نمنحها. بس احنا لينا طبعا لينا الحق ان انا وابني نشوف بنتنا، هو يشوف بنته وانا اشوف حفيدتي. وبنتنا ما تتحرمش من اهلها من عصابها ما نقطعش سلسله الرحم، لان ده حرام. احنا ربينا البنت دي 3 سنين في حضننا وبعد كده هي راحت عند امها وعند ابوها وعند اخواتها واحنا اتحرمنا من البنت. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي يعني ده كان ايه ذنبنا يعني ان احنا نتحرك؟ طب انا عايز اسال سؤال بس، هي انا ما فهمتش، هما هي المثل بيقول اعز الولد ولد الولد. طيب يا استاذه احنا بنموت. استاذه هي بس انفصلت ولا اتطلقت؟ لا هي دلوقتي مفصوله
وطالبه الطلاق لسبب احنا ما نعرفوش خالص خالص. يعني فيها علامه استفهام كبيره حكم من يعني ومنعاكوا تشوفوا البنت منعانا خالص ان احنا نشوف البنت. طالبه هي 2000 جنيه مع انه مرتبه كانت عايشه معاه وكان مرتبه 3000 جنيه طالبه 2000 بالود كده واحنا عرضنا 1000 جنيه بالود وعلينا كل مصاريف الدراسه وكل مصاريف العلاج وكل انا مش عارف هو عرض الفلوس ده يا استاذه بس بالراحه عرض الفلوس ده قائم على ايه؟ هي لسه ما اتطلقتش الفلوس دي مقابل ودي. ايه؟ عرضنا ودي ايه هو فلوس مقابل ايه؟ انها تعمل ايه؟ ودي يعني. مقابل ان احنا نشوف البنت هي طالبه 2000 جنيه عشان تخليكم تشوفوا البنت ايوه وانتوا عارضين 1000 وما حصلش طلاق كلموش الست دي ثانيه يا استاذه صحيح لا حول ولا قوه الا بالله يعني في مساومه للدرجه دي بفلوس عشان خلينا نقول ان احنا لو دخلوا المشاكل دي في محكمه الاسره في حاجه اسمها لجنه تسويه اللي هو متكونه من خصائص اجتماعيه وخصائص نفسي يبقى ولجنه التوفيق للاسف دي برده ما بتقومش بدورها النهائي. طيب طب خلونا ناخد اول صوت رجالي معانا ممكن نسمع كلام مختلف الايه حتى الراجل الواقع ماشي التليفون وقع سركه باتع بسم الله ما شاء الله عايزين نوجه رسائل واحنا موجودين نمره واحد لوزاره العدل متمثله في الساده القضاء محتاجين في تحديد النفقات للصغار ان يبقى يراعوا النسبه والتناسب ما بين غلاء الاسعار يبقى في حد ادنى للنفقات مراعاه بتتناسب برضو مع التحريات اللي احنا بنجيبها التنفيذ الجهاز الشرطي طول الوقت معانا احكام لكن للاسف مش عارفين ننفذهم فاحنا بنقول يعني خليكوا ابهات وتعاملوا مع الموقف ان دول ابنائكم واحنا بنعمل ده مش تعنت من النساء ولكن علشان حق الابناء. كمان لجنه التسويه اللي موجوده في محكمه الاسره بنناشدهم طول الوقت ان يبقى لازم في توفيق عشان ما نخشش المحكمه وقضاء ومنازعات والاب يتحرم من رؤيه ابنائه والام تتحرم من رؤيه طيب ابنائها. طيب خليني اخد التليفون ده وارجع لدينا اسالها بقى انتوا عايزين راجل اساسا ليه في حياتكم؟ مدام ناهد من اسكندريه اتفضلي يا استاذه ناهد. استاذه ناهد 12 وكانت كابت ولد ايه ايه لا ما لحقتش اقول الكلام معلش من الاول تاني يا استاذه ناهد. بقول لحضرتك بنتي مطلقه أيوة. 2012 وهي قاعده في الامارات وكان جوزها معاها في الامارات اللي هو طليقة دلوقتي تمام وبعدين دلوقتي هي عامل لها اسقاط حضانه في قضيه حاليا في اسكندريه لان هو عمل رؤيه وهي ما وريتوش قال الولد مع ان في حين الولد قاعد معاها في الامارات وفي نفس الوقت هي عامل له منع السفر من الامارات الا بامر كتابي منه هو وهو كان هنا في اسكندريه واخكي ودلوقتي حاليا هو في قطر وفي نفس الوقت بيعمل قضيه ان هو يسقط حقها مع ان هي لا تزوجت وقاعده بتربي الولد ولا خدت نفقه ولا خدت نفقه للولد وكل حقوقها ما خدتش منها ولا حاجه غير انها حصلت على الطلاق وقاعده منقطعه للولد في الامارات بتربيه دخلته الحضانه الاول طبعا ودلوقتي هو الولد في المدرسه فبيطالب بنزوله اسكندريه واسقاط الحضانه منها ومني انا ككده للولد. طيب شكرا جزيلا يا استاذ استاذه سهير محمد. طيب استاذ محمد يا استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام الحمد لله على السلامه بقى. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا زي حضرتك. استسمح سعادتك بس ما حدش يقطع عليا والاساسه ما يطلعليش في كلام. لا انت هتشوط جامد ولا ايه؟ بصراحه يلا بينا. طيب بص يا استاذ كامل القانون اللي موجود اللي هم دلوقتي بيتكلموا عليه ده انا هقول لحضرتك حاجه صغيره وبعد ما اقفل يردوا. تمام. انا بنتي عندها 22 سنه ما خدتهاش يوم في حضني بسبب قانون الاحوال الشخصيه الاستاذه اللي بتقول يدفع عشان يشوف حاولت ادفع واصرف وجريت وقعدت انا قعدت في الصيف وفي الشتاء واسيب شغلي وفي عز الحر واروح واطلقع عشان قاصد اعمل رؤيه والبنت ما بتجيش والقانون ما بيديش ما بيدينيش الحق في الكلام ده لما ضيعت في رؤيه يا استاذ كامل ويجي بنتي دخلالي عروسه ومعاها واحد انا ما اعرفوش اعمل لها حاجه لما بنتي عندها 15 سنه امتنعوا عن مجيئها بالرؤيه
انا اروح اوقف بنتي في المحكمه علشان تتخير بيني وبين امها عشان تقول في الاخر انها لا ده انا مش رافضه مش عايز الراجل ده ورافضه ان انا اشوفه. اوقف بنتي قدامي في المحكمه عشان تقول هذا الكلام بعد ما اتسلمت 15 سنه ودلوقتي عندها 22 سنه ما خدتهاش مره في حضني؟ ده يبقى ما يرضيش ربنا ولا يرضي القوانين والاساسه اللي موجوده مع سعادتك مش عايشه معانا في مصر. لا يا فندم معاك احنا معاك احنا قلنا بنطالب بقانون الصداقه والتطبيق. سيبوا الراجل يقول اللي هو عاوزه هيقفله بعدين احنا معاك كلهم علشان نشوف. لا ربنا ما قالش كده. تمام خلصت يا استاذ محمد؟ خلصت يا استاذ كامل. انا برضه شويه وتراعي في الناس اللي زي حالاتي اللي هي ما خدتش بنتها في حضنها بقالها 22 سنه. انا عارف انا عارف ده شعور ده شعور جامعه يا استاذ كامل ده شعور قاتل. انا عارف والله ده شعور قاتل. 2010 ما لمحتهاش بعين. خلاص يا استاذنا خلاص خلاص والله انا يعني شويتين الواحد لما بيغيب عن ولاده يوم ولا يومين بيبقى هيتجنن. ما بالكم ما بالكم ثانيه واحده يا استاذ ثانيه واحده يا استاذ ثانيه واحده يا استاذ ثانيه واحده شكل المدافع اللي بيطلع على طول ده بالراحه بالراحه. كنت بقول ايه انا مش نسيت. استاذ سمير اتفضل يا استاذ سمير. ده هو في تاني. الو مساء الخير يا استاذ سامر. اتفضل يا فندم مساء النور. انا اول مره اعمل مداخله في حياتي يا ابويا. اهلا. انا والد بنت ايوه ومتجوزه بقالها 4 سنين. تمام. ومن ساعه ما اتجوزت مشاكل وبتاع. بص هو موضوع الجواز في الايام دي الشباب والبنات ما فيش حاجه مطلقه مش عارفين يعني ايه جواز. احسنت. وللاسف الاجيال الجديده للاسف الشديد ما فيش كبير. ما فيش كبير صح. وبعدين موضوع القانون والكلام اللي احنا بنتكلم فيه والرؤيه والكلام الفاضي ده كل ده كلام فاضي لسبب ان كلها حالات مختلفه. صح. يعني انا هحكي لك على حاله بتاعتي ويشهد الله عليا. اتفضل يا فندم. متجوزه وخلفه بنوته زي القمر وحاجه تشرح القلب وبتاع. الولد سيء الخلق من الاول بيشتم والفاظ قذره في البيوت وبتاع. احنا مش كده. وعدى مع اهله وبتاع يا ابني بلاش علشان ما تردش هيجي بره ترد هيجي بره ومشاكل وبتاع. النهايه يعني عشان ما اطولش عليك. اتفضل. غير كلون الشقه وما بيصرفش ولا مليم خلال 4 سنين، ما جابش لا لعبه ولا جنس حاجه واقسم بالله ورفعنا قضايا وبيشوف بنت كل اسبوع عشان حق ربنا وعشان حق البنت. فما فيش حاجه مطلقه في الكلام ده. كل صحيح. القوانين وكل المناقشات والكلام ده في رجاله عايزه وفي ستات عايزه الله يفتح عليك والله العظيم. هي فعلا كلها مختلفه. هي كلمه السر والله العظيم هي فعلا رجاله وستات عايزين طب ترجم. طيب لا هي خلاص. طب احنا عايزين نقول حاجه. طيب. بقى لو ثانيه واحده بس عشان ما والنبي عشان ما تاكلنيش بس استنوا ثانيه واحده ثانيه واحده لو احنا عملنا العكس على فكره لو ثانيه واحده يا استاذه ثانيه واحده ما تخلينيش بقى اطلع العرق التركي عليك. هنرد. طيب انا هقول ان الازمه ازمه اخلاق يا استاذ تامر. الازمه ازمه اخلاق بجد. واحنا في حاله كده يمكن هتكون في النص من اللي احنا بنتكلم عن الطلاق واللي بعده. احنا بنتكلم بقى عن الزوج المعلق والزوجه المعلقه. هنطبق عليهم القانون ازاي في الرؤيه وفي النفقه وي وي وي. ادي واحد. ما هو ده بيؤدي للطلاق برضه حضرتك. يعني في اب بيقعد 3 4 سنين او زي الحاله اللي كانت معانا ما شافش بنته غير وهي داخله بعريسها او خطيبها او واتيفر. طب ما هي ده معلق. ما هو راجل مظلوم. طبعا. انا مع الراجل في ده. في خلع بيترفع على راجل بيبقى الراجل مظلوم. هو يعني الجزء اللي انا متفق معاكي فيه فكره الاخلاق بس هي الحقيقه يعني ان فكره الاخلاق دي ما ينفعش نرتكن اليها. يعني القانون اتعمل علشان الضمير لما ينام. لان لو احنا قلنا الناس تمشي بضميرها وباخلاقها ما ان ده المفروض والصح وان الاديان السماويه كلها نزلت علشان فكره الاخلاق واتمام مكارم الاخلاق. لكن القوانين وضعت علشان الناس بضميرها تنام. للناس اللي تكسر الاخلاق وتكسر القاعده. فتخيلوا لما بقى انا مشكلتي ان انا الجا للقانون عشان اخد حقي فالقانون هو اللي يضيع لي حقي. بالظبط. عشان كده لما بقول لكم ان القانون مفسده ومفسده على الاثنين. بالظبط. ولو جبت لك الاف الحالات هنا والاف الحالات هنا هتحتاري تتعاطفي مع مين؟ ما هي مفسده بعد سواء انت ست او راجل. بالظبط. بعد انتهاء سن الحضانه هي سواء انت ست او راجل هتحتاري تتعاطفي مع مين؟ يعني احنا سمعنا دلوقتي
سبع ثمان حالات. اسمعيني بس، الحل مصلحه الابناء هي الاول. لا مفيش حاجه اسمها يا دينا يا دينا، معلش انا عايز ارد على نقطه بس على بالراحه بس مع بعض بالراحه. الاتصال الاولاني طيب بالراحه بيقول ايه؟ بالراحه انت سمعتي سبع ثمان حالات كويس، والحمد لله ان السبع ثمان حالات ربنا يعني خلاهم متنوعين، ان عندك جده محرومه وعندك اب محروم وعندك ام محرومه وعندك بنت وام ولد، يعني في النهايه هتيجي تشوفي مصلحه الابناء هتظلمي طرف، هتشوفي مصلحه مش مهم الطرف اللي يتظلم، المهم الاولاد ما يتظلموش. ما ينفعش هقول لحضرتك علشان الاولاد، اصل انت في النهايه عايزه توصلي للنتيجه صح؟ ان الاولاد بس انا هقول لحضرتك بالراحه بس هيتظلموا يدينا الحوار بالراحه، هي لو راحت اتجوزت هيتظلموا ويروحوا عند الاولاد. انت عايزه توصلي للنتيجه. انا عايزه اوصل لايه؟ دلوقتي النتيجه الاولاد. الاستاذ بيسطح الكلام جدا، بيقول لك ايه؟ الاستاذه بتقول ادفع عشان تشوف. لا معلش، هو انت مش بتدفع، انت بتقوم بواجبك، بتقوم بدورك. لا 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 لا، الاستاذ بيقول كده في الاتصال. لا لا لا، ما حدش قال كده. هو بيقول ادفع عشان يشوف على فكره المقايضه اللي حصلت في التليفون. لا لا لا، هو انت عامله زي العود الكبريت كده بيولع مش عارف الراجل بيقول لك مقايضة على فكرة الست اللي بتقول له اديني 2000 جنيه عشان اوريك. لا لا، دي كانت حالة ودي كانت حالة. هو ده اللي بيتكلم عليه. اللي كان بيقول اللي هو بنته ما شافهاش بقاله 22 سنة. ايوه. بيقول ان هو ما بيشوفهاش. هو كان بيتكلم على فكرة تدفع ومش تدفع، دي على فكرة المقايضة اللي بتقول لها. بس هو ما نجيش برضه على الست ان هي حرمة الراجل ان هي ان البنت ما تشوفش ابوها. هو لو كان حنين وبروح لها البنت البنت هتروح لوحدها. وعمل حتة الألفة كان هي عندها 15 سنة و12 سنة هتروح لوحدها. انا اعرف بنات كتير وولاد كتير بيروحوا لامهاتهم والابهاتهم. واحدة عندها 22 سنة دخل الجامعة يعني تعرف تروح له، تعرف تدور عليه يعني. انا اعرف ولد اتحرم من ابوه طيب بالراحه بس بالراحه 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 خلينا طب بالراحه ارد عليكي مش بنتكلم لا خلينا نسرد كل طب نرد على بعض لا لا نرد على بعض هو بأمرت ايه يعني دلوقتي إيه حضرتك البنت معاكي كويس وانا بوديها المدرسه وبجيبها المدرسه دخلتها الجامعه وجبتها من الجامعه ما هي النهارده بقت 21 سنه يعني ان هي قادره ان هي ومنعاها ومنعاها انا دلوقتي مفيش حد بيتمنى يا استاذ لا 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 في مفيش حد بيتمنى لا 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 22 سنه دي هي لا في سن في سن هتقدر ان هي تروح لباباها من غير ما هو تعرفها سنه تقدر تفتح بيت تقدر تفتح ممكن اسالك سؤال تمام انهي واحده بعد 22 سنه وهي بتتحقن كره 22 سنه تبقى عايزه تشوف ابوها ولا تشوف حتى ضمنه مين اللي قال لك احنا عندنا حالات في المكتب لا لا لو الاب لا فعلا المدرسه بيحاول يقابلها وبيحاول يعمل علاقه عاطفيه مع بنته يا بنتي يا حبيبتي العكس كمان انا بتكلم دلوقتي على الست والراجل الولاد اللي مع رجاله في رجاله ظلمه ما بيخلوش الست مش تحاول تعمل علاقه عاطفيه ولا رفع السماعه حتى مش موجود بالزبط. والعكس بس صحيح بس الاولاد بيجي عليهم سن بيعقلوا وبيفهموا يعقلوا مين انا لما كنا انا كنا ولد ولا بنت عندي 20 سنه ما شفتش ابويا وطول الوقت امي انا اعرف واحد ابن مامته وعنده 21 سنه حالات كده هذا واحد الام قررت الام قررت الاولاد لو عرفت تجيبي لي خمسه من دول هديكي الفلوس اللي عايزاها لا يا دكتور لا هنجيب لك لا انا عندي حاجتين انا عايز خمسه خلاص هو على فكره انا عايز خمسه استاذ تامر هاتيهم استاذ تامر على فكره بيجيبهم مين؟ بيتكلم في الحلول الاستاذ محمد مطروح الله اتفضل يا استاذ محمد الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته على فكره مساء الفل اهلا وسهلا انا بشكر حضرتك وبشكر ضيوفك والله يكون في عونك بصراحه الواحد ما بيقدرش يتناقش مع واحده ست حضرتك ما بالك باربعه والله والله ربنا يكون في عونك ربنا يعزك انا هتكلم على مشكله صاحبي الراجل يعني ربنا ابتلاه بمرض وجاله فشل كلوي في اثناء مرضه زوجته سابته وراحت بيت اهلها وحصل انفصال ودي واتفقوا على كل حاجه ان هو هيشوف الولد وهيشوف ابنه مفيش اي مشاكل في اي حاجه كويس وفوجئ بعد كده ان هي رفع عليه قضيه عشان مصاريف المدرسه بتجبره يدفع مصاريف مدرسه 3000 جنيه في حين ان هو راجل مدرس ودخله 1200 جنيه. طب وهي جابت وهي جابت يعني ولا وهي جابت ال هو مش كان بيدفع قبل ما وهي جابت الالزام ده ب 3000 جنيه منين؟ ده حكم محكمه ولا طلبها؟ هي جابت اتصالات مدرسه استاذ تامر جابت اتصالات المدرسه ان هي دفعت فلوس المدرسه يعني هي دخلته مدرسه مصاريفها 3000 جنيه في حين ان هو دخله كمدرس 1500 هو الولد اكيد في المدرسه اصلا المفروض ينزل يشتغل عشان يوفر حياه امنه لابنه طب هو قبل ما يصاب الزوج والولد كان في مدرسه فعلا ولا ما كانش في مدرسه؟ في المدرسه لا كان طفل صغير ثانيه واحده يا استاذ محمد جاوبوا انتوا بنيابه عن استاذ محمد يعني اتفضلي روحي سافري مطروح وجاوبي عليه ها يا استاذ محمد ما ينفعش نسمع من استاذ محمد عشان يسمع هو حر هو حر دافع فلوس تليفونه استاذ محمد ده يقول اللي هو عاوزه اتفضل يا استاذ محمد لا حول ولا قوه قولي يا استاذ محمد يا فندم برنامج راي عام وكل واحد له واللي انت عاوزه اللي تشدد لك انا هقف له قول بس ها الولد كان في مدرسه قبل ما يعيا الولد ولا لا الراجل
قبل ما هي كان طفل صغير ايوه المدرسه بعد ما هي بعد ما تعب الراجل. يعني سن المدرسه جه سامعيني يا هوانم سن المدرسه جه وعيان ده اللي جنب اليمين على فكره الشمال ولا سن المدرسه جه وهو عيان بعد ما زوجته سابته بالظبط فهي بقى قررت تدخله مدرسه مصاريفها 3000 جنيه في حين انها عارفه ان دخل جوزها 1200 جنيه بالظبط كده الحمد لله هل لديك اقوال اخرى وبينهم اتفاق ورفع الجلد عشان تفرق معاك فشل كلوي بعيد عنك ربنا يشفي ربنا يشفي الجميع يا استاذ شحاته ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم احنا عايزين نحيل حساباتنا بالنسبه للجواز في مصر خالص بالنسبه للستات ايوه والله ايوه والله صح نعمل ايه والله انا كنت متجوز واحده من سنه 96 وكنت مخلف بنت والبنت جالها ضمور داخلي في المخ وكده ربنا يشفي لا ده ماتت الله يرحمها رحمه الله عليها وهي عندها 3 اشهر بس احنا بنتكلم على حكايه الحضانه مش الحضانه رمتها وفكرت في الفلوس احسن انها متعه ثانيه واحده ثانيه عشان الخط كان بيقطع يا استاذ شحاته الخط كان بيقطع بس اللي حضرتك قلته مظبوط كده زي ما انا فهمته ان هو ربنا رزقكم بنت كان عندها ضمور في المخ والعضلات وامها زي ما انت بتقول بعد 3 سنين هي رمتها سابتها رمتها بعد 3 اشهر بعد 3 اشهر سابتها وحضرتك اللي توليت رعايتها لحد ما توفاها الله توليت العيله البنت لحد 16 سنه احنا بنتكلم بقى على الحضانه بقى فين الحضانه هنا بالنسبه للست ولو كانت واحنا كمان انا مش ممانع ان الاولاد ممكن يكونوا مع امهم في حاله واحده اذا كانت الام صالحه وكويسه تقدر تربيهم ما في رجاله كتير جدا ممكن بيشربوا مخدرات يشربوا ده يمشوا في مشي مش كويس وبقى كده خساره ان العيال يبقوا معاهم وممكن تكون الام والله ده كلام عاقل ولكن هنا في نقطه مهمه فين بقى محكمه الاسره النقطه دي لازم تفكر تشوف اذا كانت الام تستاهل ان الاولاد يبقى معاها او الاب يستاهل ان الاولاد معاها تمام ما ينفعش الكلام ده انا بشكرك يا استاذ شحاته والله كلام عاقل ومنطقي ومتهيألي ان هو محايد يعني قال ان الام لو صالحه وعاقل بتصغري لي ليه فيس في ايه معيار الصالحه او مش صالحه المعيار بيبقى عامل ازاي الاكسبيري ديت معروف ان الصالحه بتخلص امتى الصالحه دي اصلا بتختلف يعني من شخص لاخر نسبي حضرتك يعني نعم مين ليه حق يقيم مين ليه حق يقيم ما هو قال المحكمه ما هي اي زوج وزوجه متخانقين هي هتقول عليه كل حاجه وحشه وهو هيقول عليها كل حاجه وحشه المعيار ايه للحضانه عشان بس النقطه دي مهمه جدا المعيار ايه انا اقول ان هو صالح او هو يقول ان انا صالحه بناء على ايه هو قال المحكمه على فكره الراجل قال بالظبط هو عايزين نعمل على فكره الاستاذ كان محايد جدا والله انت عايزك تقول ايه انت بتدافع عن اي راجل على فكره انا اعاده ترتيب لنقل الحضانه تاني يا استاذ حاضر قول هو القانون مش عايز تعديل القانون عايز تغيير المظلمة واقعة على الراجل والست مش على الست بس مظبوط هنرجع تاني لفكرة البرنامج من الأول التنوع بدليل انه في عوار ويمكن احنا قعدنا نتجادل في فترة في عدم دستورية قانون الخلع اللي ممكن يعلن بيه الراجل وهو مش عارف كلنا ستات بس لينا اخوات ولاد وزي ما احنا هنقبل على اولادنا انا حالة طلاق ودخلت المحكمة و تغلبت لانه يعني اخويا الكبير الله يعني يكرمه عرفني انه الست القويه ست بتخلق من المحنه منحه كويس انا شفت مظالم المحكمه بالنسبه للست شفت ايه مظالم القانون ومحكمه الاسره بالنسبه للست وشفتها بالنسبه للرجل قانون الرؤيه مش محتاج قانون استضافه بس انا هقول لحضرتك حاجه يعني انا معايا ما يثبت طبعا وكنت هعرضه في الحلقه بلاش نتكلم يعني هي حاله شخصيه معايا ومش هقول هي تخص مين انا عندي اب خد عقد طلاق بينه وبين زوجته عمل له صحه توقيع مش في محكمه الاسره ليه محكمه في الجنح ليه عشان ايه يعني بيثبت صحه العقد هو كان عقد اللي هو الطلاق الشفوي لا 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 طالب بيه دلوقتي عقد طلاق في ابراء وفي اصلا شروط ايوه طب ايه طيب لما جينا نتكلم في الاستضافه طيب الاب كاتب في بند من بنود العقد انه في الاجازات الرسميه على فكره دي عايمه جدا في العيد في جمعه خميس وجمعه في الاجازه بتاعه الصيف وات ايفر لا الاجازات الرسميه غير اجازه الصيف اجازه الصيف اجازه رسميه يا سلام طبعا
لا طبعا يا استاذه اللي بتقولي ده افتحي الاجنده افتحي الاجنده افتحي الاجنده تمام اجازه اجازه رسميه اجازه الاطفال لا وانتم بتعدوا لي حاجه انتم بتعدوا لي حاجه معلش اجازات الاجازات اجازات اولاده يا استاذه العقد شريحه على شريحه العقد هو كاتب فيه ايه كاتب الاجازات الرسميه اجازات الصغار من المدرسه في العيد فخميس وجمعه واتيفر الاجازات كلها طب ماشي المشكله فهياخد ولاده كويس فالسته اصلا ما وقفتش في محكمه خالص فالاب اصلا ما اخدش ولاده هو رافض السته انذرت الاب ليرى ابنائه زي الجده انا هيصعب عليا جدا مين اللي بيشتكي دلوقتي يعني هو عمل عقد اتفاق يعني هو عمل عقد اتفاق ان هو هياخد الولاد ودي خميس وجمعه وفي الصيف وما بياخدهمش هو رافض الولاد اصلا معلش انا عايزه اتكلم انا بيصعب عليا الجده الست الكبيره لاب او لام طيب ست واحده بس واحده مستلف عشان تدفع الخط بتاع التليفون والست برضه ما بتنفذش وعدها يعني عايز تقول من استاذه استاذه الهام استاذه الهام الو ايوه الو الو ازي حضرتك ازي حضرتك انت عايز اقول لك انا بحبك جدا ربنا يكرمك يا رب والله العظيم مبسوطه جدا ان انا بكلمك تسلمي كلك ذوق الله يكون في عونك عايز اقول لك انا مستلفه كريدت عشان اكلمك يا حبيبتي على عيوني وراسي والله وحياه ربنا انت حته سكر ربنا لا اذا كان كده سلفوها اكتر يا جماعه والنبي والله انت حته سكر طب ممكن تقفلي انت ونتكلم احنا الله يكون في عونك ربنا يكرمك يا رب تسلمي كلك ذوق ما تحرمش منك شكرا يا استاذه الهام سلام هي دي المشكله استاذ تامر لا لا خالص هي عايزه تقول الله يكون في عونك اوعي بصي اوعي اوعي هو المفروض يقول لنا الحل ايه الله يكون في عونك يا استاذ تامر بعد اذن حضرتك طبعا استاذ سمير هاجي لك يا استاذ مبارك اتفضل يا استاذ سمير تاني استاذ سمير مساء الخير يا استاذ سامر انا عايز مساء الفل كلمتك يا ريت بس السيدات الفاضلات اللي مع سيادتك تديني فرصه لان انا كلمتك وراحوا داخلين وقاطعين المكالمه معلش انا اللي كلمت يا ريت تديني فرصه بس بعد اذنكم انا اللي كلمت حضرتك في موضوع البنت اللي متجوزه بقى لها 4 سنين وبنوري له البنت وبنعمله ايوه انا رايي يا سامر ايه المواضيع ديت المحاكم مش هتحل المحاكم بتكلكع كل اللي احنا بنعمل فيه ده هي موضوع نيات الناس المحترمه الناس اللي نيتها كويسه بيقعدوا محترمين ويتفقوا على ازاي ينفصلوا في احترام طيب واذا فشل الاتفاق الودي يا استاذ سمير نعمل ايه؟ اذا فشل الاتفاق الودي ديفنتلي علاقه بايظه وديفنتلي الاثنين بيعاندوا بعض لا اذا كان ديفنتلي يبقى خلاص ما انا معاك انا معاك هي كده هي ديفنتلي فعلا كده انما هو مفيش حد ابدا بياخد حق بالمحكمه كل المحكمة للأسف الشديد محاكم الأسرة بتكلكع المسائل يعني للأسف النهارده اما تدي واحدة 800 جنيه نفقة يا سيدي تعمل فيها ايه دي؟ صح احنا قلنا كده يا استاذ سمير والله صح وبعدين معلش نقطة أخيرة يا بدر بيه اتفضل يا فندم استحالة أنا بقول لحضرتك أنا بوري حفيدتي لأبوها وما بيصرفش عليها مليم وبيقلب أدب وبيبعت لي شتايم وبتاع ورغم هذا براعي ربنا استحالة الأب او الاب تكون قايمه بواجبها وبتعمل اللي هي الاب بيصرف على ابنه صح والست بتعامل صح ايه اللي يخليها ما تشورتلوش ليه؟ ايه اللي يخليهم ايه؟ يبقى جنان العند بعيد عنك العند بعيد عنك يا استاذ سمير وبعدين يبدأ الشحاته العند بعيد عنك ده يورث الكفر شكرا يا استاذ سمير قولي يا استاذه جمهوريه انا كنت عايزه اقول دور المجتمع ايه في كل ده لازم كل مؤسسات المجتمع يبقى لها دور في حل الاشكاليه دي نبتدي من رجال الدين يعني في خطبه الجمعه حاضر يعني المكرمات بتعمل والضيوف اخليهم ساكتين اتفضل يا استاذ جمهوريه في حد مضطهد كل ما يتكلم يقول لي ما تخليهاش تتكلم مين ده واحد اسمه عادل لما تطلعي له بره وانت خارجه طيب يعني بدل ما نقعد في خطبه الجمعه نتكلم على الارهاب والحاجات نتكلم على رعايه الاسره ورعايه الوالدين حكم من اهله وحكم من اهلها الاسره المصريه لازم ترجع تاني تدافع عن الدفاع الاجتماعي عن ابناء الاسره لازم المجالس القوميه المتخصصه تشتغل لشغلها الجمعيات الاهليه الدوله لازم تقوم بدورها ويبقى في دور للمعنفات
او دور للمطلقات او مشروع رعايه اللي هو تكافل وكرامه اللي بيدي للارامل بس طبعا. ممكن المطلقه اللي ما عندهاش وظيفه وعندها اطفال ومحدش وثبت ان محدش بيصرف عليها والاب مش بيصرف والاهل مش بتصرف لازم حد يراعيها لان احنا كده بنحافظ على الاسره المصريه. الاسره بتتفكك من الطلاق ده ومن اللي احنا بنشوفه ده من قرار اب مش فاهم او قرار ام قررت انها تنفصل بعد ما ذاقت الامرين. احنا عايزين كل مؤسسات المجتمع تقوم بدورها، الجمعيات الاهليه عليها دور، رجال الدين عليهم دور، كل الدوله عليها دور. الدور الرئيسي بقى دلوقتي اللي بنتكلم عليه وخدته من اخواتي المحاميات ان احنا عندنا في البرلمان المصري 90 نائبه بيناقشوا قانون التحرش وتغليظ العقوبات للتحرش، تغليظ العقوبات للميراث وحرمان السيدات من الميراث اللي اخوها يستولى عليها او ابوها يستولى عليه. طيب ما احنا محتاجين طفره في قانون الاحوال الشخصيه، ده ليه الاولويه قبل قانون اللي ضد التمييز وقبل مفوضيه الانتخابات والمحليات وحاجات كتيره جدا. طيب. عندنا 90 سيده في البرلمان ما كانوش هم يناقشوا مشاكل وتحديد قانون الأولوية. مظبوط. مين اللي هيناقش؟ حاضر استاذ احمد. تعلقني في الجنب ده. انا كده مضطهد. انا كده مضطهد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. مساء الفل. انا مطلق مرتين. ثانيه واحده بس نسمع الاساتذه. انت يا فندم حضرتك بتقول المحكمه ما بتديش للزوجه حقها او يا سعاده الباشا حضرتك بتقول مطلق مرتين؟ حضرتك بتقول المحكمه ما بتديش للزوجه حقها. المحكمه من ساعه ما الزوجه بتروح تشتكي من اول ساعه تشتكي فيها المحكمه بتحكم لها بالنفقه وبتحكم لها من نفقه الزوجيه ومن اكل ومسكن. ثانيه واحده. ومن اكل ومسكن وبتروح من بنك ناصر تصرف 500 جنيه يا فندم لحد اكتر. وبتعمل له حجز وتبديل وبتشتكي بمسكن الزوجيه. انا عندي الزوجه الاولانيه متمكنه من مسكن من كده بينه وبين نفسه الست مش هتخش المحكمه وبتاخد نفقه لابني 430 جنيه في حال ان انا ما شفتش ابني بقالي اربع سنين وبحرك عليه الليل ونهار اربع سنين. رحت بس ايديهم قلت لهم عرفوني خلوا ابني يعرفني. يقول لك النجوم اعرف لك لما تشوفه. هنطلعه سمكري هنطلعه ولادي ومش هتشوفه. الزوجه الثانيه رمت لي بنت وهي عندها اربع اشهر وعندها اربع سنين وفي مدرسه الشروق في طنطا والنهارده شافياني ببنتي. اقسم بالله كنت بوديها لك كل اسبوع تشوفها يبقى تعالى اقول لك مش عاوزين نشوفها. تمام. وانخطبت وهي على ذمتي. طيب هو انت قاطع ضيع على دينا انت اللي عملت فيه كده؟ هي مش عارف بس الراجل منفعل وقطع الاجتماعي. ايه اللي بيريح الراجل المصري؟ ثانية واحدة عايزين نسأله ايه اللي بيريح الراجل المصري؟ يا اخوانا ياخد الولاد مش عاجبه لا 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 ياخد محكمة الأسرة عشان تاخد حق الولاد برضه مش عاجبه. أستاذة أستاذة يعني انا اصغر طبعا من انا انصحكم بس انا بقول لكم تعلموا احترام مشاعر الناس. احنا ما اعترضناش على مشاعر الراجل. هو مشاعره فوق دماغنا من فوق. فين من فوق وفعلا انتوا هتاكلوه؟ لا احنا بقول لك في الاخر الراجل عايز ايه؟ الراجل عايز ارجع اقول لحضرتك برضو انا ما بسمعش من طرف واحد. لا انا ما بسمعش. بلاش انا بلاش انا ممكن اشيلك شيله على الهوا. ممكن اشيلك شيله على الهوا والله العظيم بوكس يجي بظهره هنا. قول يا انا ما بسمعش من طرف واحد مبدئيا. الناس اللي اقتصرت كلهم ليهم الاحترام وليهم الاحترام في رايهم. لكن اي حد عايز يحكم بالعدل لازم يسمع الطرفين لان كل على فكره احنا مش بيغلط مش دورنا هنا ان احنا نحكم. انا بس كل اللي بقوله انه اللي بيتكلم نحترم مشاعره. تمام. انا مش بقول له انت اللي حقاني ولا مش حقاني. بس انا بس بحترم مشاعره ان حد محروم من وجهه نظره من رؤيه حفيده ولا بنته. أنا بقول ودي مشاعر قاسيه جدا. الفكره كلها ان القانون لازم يسمع عن مرحله الخلاف ما بين الرجل والمراه لمرحله الاهتمام بمصلحه الصغير اولا وبعد كده هم يحلوا مشاكلهم مع بعض زي ما هم عايزين. الطفل نفقته لازم تكون في خلال 3 شهور على الاقل. مصاريف طيب. مدارس ولازم المشكله بس انا متفق معاكي في الهدف بس مختلف في الوسيله. ايه ماشي انا سامعاك. كلنا عايزين مصلحه الولاد صح؟ دي اهم حاجه. كويس. بس عشان اوصل لمصلحه الولاد لازم غصب عني
اراعي مصالح الاب والام عشان نصل لمصلحه الولد. بس القانون لازم ما يسمحش ان الاب والام عندهم مع بعض. انا قصدي ايه؟ ان اي عنصر هيقع مني في السكه كده كده الولد هتتاثر. طيب انا نعمل حاجه زي يبقى ما وصلتش للهدف اللي انا عاوزه. اعمل حاجه زي بره بقى. انا دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. هو حق الطفل بس الانفاق وبس مصاريف المدرسه؟ طبعا لا. لما يبقى اب مش عايز يشوف ابنه يقعد، مش من المفروض ان الام ترفع قضيه على ابوه ان هو متسبب في ضرر نفسي لابنه؟ لما تبقى ام زي اللي سابت بنتها وهي مثلا عندها 3 شهور، مش المفروض القانون يحكم؟ انا بتكلم في كده ان احنا ندور على حق الطفل النفسي، لان ده حاجه يعني ده الطفل لا حول له ولا قوه. الراجل والست يتخانقوا زي ما هم عايزين، يعاندوا زي ما هم عايزين، كل واحد يتجوز. في نقطه كمان مهمه جدا ان الست، لا معلش انا عايزه اتكلم في النقطه دي. لا حضرتك بص والله انت بتصغرني، بتصغرني والله ما بقدرش. لا النقطه بس اللي هي لا ليه ده والله انت غلابه كده. استاذ وليد من البحيره. تمام اتفضل يا استاذ وليد. استاذ وليد اوعى تسيبني ليه يا استاذ وليد. استاذ وليد استاذ وليد انا هاجي لك يا عادل. اعمل عقد اتفاق بعد الطلاق. اتفق معاك ولا فين يا استاذ وليد؟ ارجوك ترد يا استاذ وليد بذنبي. استاذ وليد خلاص خلاص. استاذ محمود. استاذ محمود ايوه معاك يا استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. اه معايا استاذ محمود. معاك محمود يا استاذي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ محمود. دلوقتي حضرتك انا عندي نفس المشاكل دي. ها؟ انا معايا بقول لك ايه حضرتك، انا نفس المشكله دلوقتي دي عندي. اه الو. ايوه سامعك يا استاذي. سامعك. سامع. وعليكم السلام. دلوقتي انا عندي نفس المشكله. دلوقتي انا عندي متجوز، بقول لك انا متجوز وطلعت وكان عندي بنت وخدت بتاخد مني 400 جنيه نفقه. تمام. وكل 400 جنيه؟ ماشي. وبعد كده اشتغلت ده دلوقتي وعاوز 800 جنيه دلوقتي. ومعايا 5 اطفال، 2 في الجامعه واحد في الاعدادي. اه. سامعني؟ سامعك. واخد بالك انت؟ ودي محكمه الزقازيق دلوقتي يعني ما تعرفش المحامين هل بيتعاملوا مع بعض ولا ايه السرب كده؟ ايه العمل دلوقتي يا استاذ؟ ثانية واحدة أنا عايز أسأل سؤال، هو أنت دلوقتي بتقول عندك 5 عيال؟ معايا 5 غير هذيك، اتجوزت واحدة أهو وخلفت منها بنت وخلصت الدبلوم. واخد بالي حضرتك؟ اه. وبتاخد 400 جنيه كل شهر، عامل راحت مشتكاني من شهر 5 اللي عدى وعاوزه تاخد 400 فوق 400 تاني. طيب انت بامانه ربنا دخلك كام؟ لا انا بامانه ربنا شغال موظف في السكه الحديد. دخلك كام؟ دخلي بامانه ربنا حوالي 1300 جنيه. 1300 جنيه؟ ايوه والله عندك. اه حلوه قوي ال 400 عليها زي الفل. ده وهي لو قاعده زي الفل ما تديهاش حاجه زياده. ايه؟ وهي لو قاعده معايا هيصرف عليها ال 400؟ لو قاعده معايا هيصرف عليها 1300 وهيجيب عليها. هيصرف عليها 400. هو عنده 4 غيرها، انا قسمتهم. هو البنت دي احسن من الاربعه التانيين؟ ماشي. ولو هي قاعده معايا هيصرف عليها 400. سؤال محدد. البنت دي هتاكل وتشرب. عنده 4 تانيين. عنده جايب 4 اطفال وهو داخله 1300 جنيه بالذنب ده مش المفروض هتاكل وتشرب وتلبس ده؟ هتاكل ب 1300 جنيه واجيب 4 جنيه في اليوم يا استاذ تامر. انا ايه علاقتي انا بالموانا وانا الحكومه اللي بدي له 1200 جنيه؟ وانت برضه ماشي. وهو ينفط يجيب 4 اطفال ليه؟ يا سيدتي انا دلوقتي بتكلم بمنطق العدل. عنده 5. نصبت نفسك فاضي؟ اه. في حاجه برنامجي ماشي. برنامجي ماشي. على فكره انت جايه ضيف وماشيه، ده برنامجي. بس 400 جنيه انت يا استاذه انت مش مقدره ان هي ربع ساعه وحضرتك هتمشي؟ ده برنامجي ماشي. اعمل فيها قاضي. انا طبيب جراح مهندس. انا حر. ما احنا موجودين كلنا هنا عشان نحل. لا انا لوحدي اللي موجود هنا عشان احل. انت شايف ال 400 جنيه يكفوا؟ اه. يعني الطفل يتصرف على 400 جنيه؟ اه. طب احنا جايين نعمل ايه؟ ما انا مش عارف. اتفضلوا. حضرتك سامع يعني احنا جايين نعمل ايه؟ لما احنا جايين تقولي 400 جنيه كام؟ يا سيدتي الراجل بياخد 1300 جنيه وعنده 5. يدي واحده كام ويصرف الباقي على كام؟ طب انا بقى بالناشي. مش قضيتي بقى. لا احنا بنقول ان الراجل ده ايوه يعني انا هكلم 5 اطفال وانا داخل 1300 جنيه. يعني يعمل ايه الراجل دلوقتي؟ انا هقول لك قطع الف خيره ونضغط يضغط على نفسه شويه وينزل يشتغل تاني النهار ويصرف على اولاده كويس. ماشي ده حاجه لو عنده دخل زياده. انا حكمت وفقا لدخله الحالي. جميل بالظبط كده. احنا انا قلت لهم امانه ربنا داخله كام؟ قال لي 1300. احنا بقى من لما انا عندي 5 وادي بنت 400 ويفضل 800 لاربع عيال عدل قوي. وبقى يكتر الف خيره على المبلغ ده ينزل يشتغل تاني عشان يوفر لهم فلوس. هكلمه. حاضر هكلمه هقنعه ينزل يشتغل. استاذ ايه؟ عبد المنعم. يا استاذ عبد المنعم انا هستقيل بعد الحلقه دي. مساء الفل يا عبد. ازيك يا تامر بيه؟ اخبار سعادتك؟ ازاي معاليك يا فندم؟ الله يخليك يا فندم. اهلا وسهلا. والله انا عايز اشارك برايي في البرنامج. ارجوك اعمل كده. عايز اشارك برايي. انا شايف ان قبل ما نلجا للمحاكم والقرف اللي بيحصل بين الازواج والزوجات والاولاد الصغيرين هم بيدفعوا الثمن يعني. اه. احنا نقعد مع بعض بالتفاهم والود.
ايه يا ريس تعمل ايه؟ احنا عندنا مشاكل كتير فصيح ما بتخسرش ما الحاجة ما بتخلصهاش بتخلصها بعد الفصيح والتفاهم. ايوه صح والحينات. صح. طب بقول لك ايه يا استاذ عبد المنعم؟ نعم يا فندم. ما بلاها جواز. والله احسن حاجه. معاك يا فندم. يا بنتي اسكتي. بلاها جواز اللي هيجيب لنا وجع الدماغ ده. احسن هتريحوا الستات. يا ستي اسكتي شويه لا حول ولا قوه الا بالله. ده الراجل طفش ده الراجل طفش. هتريحوا الستات والله. ريحوا الستات؟ اه طيب لو نتخيل. يتعلموا يشتغلوا ويعتمدوا على نفسهم ما يعتمدوش على الرجاله وبعد كده يفكروا يرتبطوا لما يكونوا بيدوروا على شريك عاطفي، ما تبقاش بدور على واحد يصرف عليا ولا واحد يشيلني ولا واحد يرميني في المحاكم واقعد ادور على فلوسه، انا لو بشتغل ومستقله وعندي فلوسي وعندي شخصيتي الراجل اللي هيبقى معايا بحبه هتمسك بيه بدون اي ضمانات. مش بيأثر عليا او مش طيب. مخليني سعيده هسيبه بدون اي شروط. لو تخيلنا مش هيفرق معايا محكمه ولا هيفرق معايا اي حاجه. المراه لما بتكون قويه مش هيفرق معاها كل الكلام ده، احنا كل ده نتاج ان المراه في المجتمع ضعيفه، المراه في المجتمع تعبانه. قلت لي البسي فستانك وايه؟ واستريدي اونستيك. مساء الخير. مساء النور. ناخد الخلود، خلود بقى حاجه لطيفه يا خلود. اه يا خلود. يا خلود. ايوه. ايوه. ايوه مساء الفل. ايوه ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. لو سمحت انا ما عنديش مشكله الحمد لله. الحمد لله. بس انا بس كنت عايزه اعلق على راي الاساتذه اللي مع حضرتك. اتفضلي. الجواز زي ما هو على الست يحضر على الراجل برضه. صح. يعني الراجل بيقعد يختلف ويجيب من هنا ومن هنا عشان خاطر يكون بيت وممكن البيت يتربى في واحده عشان حاجه انا راح لازم. كان بيتصل بحضرتك من شويه وقال ان هو طلع مرتين والاخوات برضه اتحملوا عليه وقال هو كده مش حاجه وكده مش عاجبه. اه. الست برضه لما اتصلت بيها معاها بتقول لها انه هو مسؤوليته. هو انت متجوزه يا خلود؟ خلود انت متجوزه؟ متجوزه. وجوزك تمام؟ اه تمام الحمد لله. الحمد لله عشان كده بتشكري في الرجاله. لا انا مش بشكر انا بدافع عن الحق. ودي حاجه وحشه اشكري في الرجاله. اي هو مش تهمه. مش حكايه بشكر انا بدافع عن الحق. انا شايفه ان زي ما هي ست بتظلم راجل برضه بيتظلم. دي عنده مشكله وده عنده مشكله. صح. انا مش هتخانق على حد ضد التاني. صح صح عندك حق. حافظي على جوزك. في ناس هنا عايزه حافظي على بيتك. عايزه ايه؟ ايه في ناس هنا عايزه ايه؟ لا عايزه تعيش لوحدها. عايزه الست تبقى قويه. ايه المشكله ان تتمسك ببيتها وهي قويه؟ هي لازم تبقى ضعيفه ومستكينه. لا معلش وقويه لوحدها برضه. على فكره يا دينا الست اللي اتطلقت واتظلمت وجوزها وحش هتعمل ايه يعني؟ تولع فيه. مش دايما الست المطلقه مظلومه ومش دايما الراجل على فكره ظالم. قمه. مش دايما الراجل ظالم يا استاذ دينا. ايه؟ مش دايما الراجل ظالم. في الاغلبيه في المجتمع المصري الست هي اللي مظلومه. لا 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 اطلاقا. مش في الغالب. مش في الغالب. قمه. على فكره الله عايز اكمل قمة. اه طب كمل قمة. ايوه قوة المرأة في ضعفها. لا ده في العلاقة العاطفية. عاطفية ايه؟ في العلاقة العاطفية في المجتمع الست ما ينفعش تبقى ضعيفة. تبقى ضعيفة ليه؟ يا استاذ انا لما اكون في المجتمع انا قصدي ان عايزة اثبت نفسي. مجتمع ايه اللي طلعنا بره المجتمع؟ انا بتكلم دلوقتي في البيت. طيب السوق الزوج والزوجة. صح. الزوجة تعرف تاخد كل اللي هي عايزاه بدراعها ولا بالعاطفة وبالحنية وبالطرفة. وفي ستات بيبقوا قايدين صوابعهم العشرة شمع وبتعملوا كل حاجة وجوزها بيروح يدور على واحدة. يا استاذة انا مش دعوة بقايدين وبيقول لها دي زميلتي في الشغل مش عارف ايه ومش عارف مين قوية. مش قايدين انا بقول لك بالذكاء والانوثة والرقة والعذوبة والحنان والضعف الانثوي والشخصية القوية برضه. لا عايزه تقول لك هي يعني بره دور. لا هي يعني ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. قولي يا استاذ. حسبي الله ونعم الوكيل. نرجع تاني نقول عشان الحلقه تبقى بس ايه احنا مالكيش دعوه بالحلقه يا استاذه. قولي رايك. البرنامج مش ممكن هي تعمل تقييم طول الوقت. احنا فين طيب؟ احنا في ميزان عدل. بنقول احنا فين الميزان العدل؟ الراجل بيتظلم. انا بقول رايي. انا بقول رايي. في مثل بيتقال انه ممكن اتنين يتجوزوا بعض وما يخلفوش من بعض، وممكن الراجل يتجوز واحده ثانيه يخلف منها، والست تتجوز واحد تاني وتخلف منه. يعني انا بقول انه الخلاصه في انه العيب مش دايما في الراجل ومش دايما في الست، يبقى دي التنوع. طيب في فكره احنا هنحاول كده نرسمها، هي خياليه شويه بس هنحطها على ارض الواقع. انا بكمل راي استاذه جمهوريه، هي الجمعيات الاهليه، دور الدين، كل دول عليهم اصلا فعلا يعني عليهم دور لازم يعملوه في المجتمع. ده بالنسبه للي في البيوت لسه ما دخلوش المحكمه. اول درجه في المحكمه اللي هي مكاتب التسويه لابد ان حضرتك تنادي دلوقتي من حلقتنا دي باعاده تشكيلها عشان يجيبوا حكم من اهله وحكم من اهلها نمشي على الشرح احتمال. تصدقي انت بنت حلال؟ انا معايا حكم. اتفضل. اتفضلي. الاستاذ فهيم ومش عايز حد يتكلم. اتفضل يا استاذ فهيم. يا ماما.
السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الضيوف بتوعك. شكرا جزيلا. أنا الموضوع الحلقة أصلا محتاج حلقات، مش حلقة واحدة في الموضوع، بس لوحدي بقى بعد كده، أنا وأنت بس يا أستاذ فهمي، مش هجيب حد بعد كده. الأطراف كتيرة ومتشعبة. سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو أهل الزوج أو أهل الزوجة، كل صحيح. دي أطراف بتأثر في المشكلة اللي أنت بتصددها النهارده. أنا بيقول لي يا أستاذ فهمي إن حضرتك بتبقى رئيس لجان عرفية لفض المنازعات بين الأزواج. أيوه تمام. أيوة. تمام. انا عامل لجنة. طب ده انت بتشوف الويل هنا في القريه بتاعتي، قريه اسمها طرشبرا من اويسنا. تمام. اويسنا دي بلد الحبايب. عاملين لجنه فض منازعات، انا ومجموعه من الناس اللي هم يعني وجهاء في البلد وكده. تمام. الاهالي بيرتضوا بحكمكم؟ ده اكيد. اكيد. ليه؟ ايه اللي اكده؟ اكيد طبعا. ايه اللي اكده يا ريس؟ اللي اكيد ان انا ساعات بحكم عليهم بفلوس يدفعوها، مفيش. ايوه ما هو كل كل واحد من وجهه نظره حسب الوضع مظلوم نفسه. كل واحد من وجهه نظره مظلوم، ويقول لك لا انا اللي مظلوم، انا اللي مش عارف اشوف بنتي، انا مراتي هي اللي ظالمه، لا انا جوزي هو اللي مفتري. ففي النهايه مفيش حد هيرضى بالحكم. انا بقعد مع الطرفين يا استاذ سامر. ايوه انا بقعد مع الطرفين وبتقول لهم في الاول انا هسمع منكم، واللي هحكم بيه هيمشي سيف على رقبتكم. بالظبط كده. وبعد ما اسمع من الاثنين ابدا احكم بالحكم، ولازم الاثنين يلتزموا بيه. تمام. وصلت. شكرا جزيلا يا استاذ فهيم. نص دقيقة لكل واحدة بدون مقاطعات وبدون اشتباكات، ويا ريت بدون كلام، يا ريت حتى بالنص دقيقة تبقى صمت. قول يا أستاذ. واحد. أيوه. مش عايزين نقول إن المطلقة طول الوقت هي بيمارس ضدها العنف من المجتمع، لأ هي اختارت أو أجبرت أيا كانت القصة، عندها رسالة مفروض تربية الأبناء، ولكن طول الوقت بنقول إيه؟ أنتِ محتاجة تربي ولادك، حاولي يبقى الود اللي انت خسرتيه ما قبل الزواج او اثناء العلاقه الزوجيه تحاولوا تعملوه انت وطليقك عشان توصلوا لمنتج كويس اللي هي مصلحه الابناء. شكرا جزيلا. استاذه الاميره الجمهوريه. على دور وزاره التضامن تحديدا ان هي تلمك مع الجمعيات الاهليه، وان هي ترعى المطلقات شكلا وموضوعا، سواء كان بمشروع تكافل وكرامه او التوعيه. عايزه كمان حاجه صغيره، تفعيل مجالس العائلات اللي كان احنا نشانا عليه. مجلس العيله كان بيقعدوا يكرر زي الاستاذ المتصل الاخير ما كان بيتكلم. طبعا. وكان بيحكم، وفعلا ده حكم من اهله حكم من اهلها. ممتاز. وبيقدروا يحلوا المشاكل. شوفوا حتى كريمه وسابت 5 ثواني من وقتها. اتفضلي يا استاذه، تلت ساعه اتفضلي. الطلاق مش عيب ومش حاجة توسم المرأة، الست أهم حاجة إن أهالينا يربوا البنات الجيل اللي جاي على إن هم يهتموا بالتعليم والشغل قبل أي حاجة، والجواز ما يبقاش هو الهدف، والحياة تبقاش باين يعني ما تبقاش مبنية على إن أنا محتاجة الشخص ده ماديا، عشان خاطر تبقى الحياة سوية وتبقى العلاقة سوية بين الشخصين لازم يبقاش في طرف معتمد على طرف بشكل كامل. تمام. عشان خاطر تبقى الحياة سوية، ولو انفصلوا ما يبقاش في طرف عايز يعني أسرع، ولازم تبقى في القوانين أهم حاجة هي مصلحة الأطفال. بارك الله فيك. اتفضلي يا أستاذة. الطلاق والجواز حاجتين في الشرع في كل الأديان أصلا موجودين. عايزين التغريم المادي لمن يخالف أصلا الأخلاق اللي بتؤدي بينا للفرقة. عادات العرب زي ما نقول في الصعيد احتمال كبير هي اللي تحل المشكلة فعلا قبل ما توصل، وإذا وصلت دور مكاتب التسوية. أتمنى أن وزير العدل يبص للنداء اللي احنا بنناديه. مش دعوه لما روحت. لا انا ليا دعوه بقى، انا مكمله بعد. شاكرين قوي، شرفتونا ونورتونا. وخلاصه القول اذا جاز ليا يعني ان انا اقول معاهم، احنا في مشكله كبيره، والمشكله الكبيره دي الاقتراحات والافكار والاطروحات اللي احنا عاملين نقولها بقالنا ساعه دي هي كلها محاوله علشان احنا بنلف وندور، لان مفيش جهه، مع كامل احترامي للقضاء في مصر ومحاكم الاسره، لكن مفيش جهه بجد بتجيب حق الناس وتفصل ما بين الظالم والمظلوم.
وإذا كنا بنتكلم على مشاكل ما بين الطلاق المطلقين والمطلقات ومشاكل الأزواج والزوجات، طول الوقت اللي بيدفع الثمن هم الأبناء. ومجتمع بالشكل ده لا يمكن ان احنا نستبشر بيه خير في المستقبل، مستحيل. مجتمع متفكك في ناس بتولع في بعض وبتخون بعض وبتظلم بعض، واولاد مفككين منهارين محرومين من الحنان والعطف. ان احنا نقول ان ده مجتمع ممكن يبني ويتقدم ويبقى متعلم وبتاع، فقد الشيء لا يعطيه. تصبحوا على خير، سيبوهم لي بقى. اهلا وسهلا.